مشاهدينا الكرام في تونس وخارج حدود الوطن، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم في هذه السهرة، سهرة الحدث، الحدث تتويج الترجي الرياضي التونسي للمرة 22 في تاريخه بمناسبة التسعينية بتاعه بالبطولة، بطولة تونس كرة قدم. طبعا بعد منافسة شديدة وبعد تشويق وإثارة كبيرة جدا في البطولة التونسية، الترجي يحسم اللقب بكل جدارة وبكل استحقاق. هنيئا للعائلة الموسعة للترجي الرياضي، وهنيئا لجماهير الترجي بهذه البطولة في موسم التسعينيات. طبعا افراح الترجيين باش تتواصل، وانطلقت منذ البارحه منذ اعلان الحكم الليبي عن نهايه المباراه التاريخيه، صح التعبير مباراه تاريخيه لانها عرفت مردود كبير، مردود متميز، علاوة على التتويج على عين المكان في ملعب رادس وايضا على الرباعيه ضد النجم الرياضي الساحلي. قلت انطلقت الاحتفالات من البارح وتتواصل اليوم مباشره في قناه حنا بعل. اليوم سهره الحدث كما قلت، برشا كليبات، برشا مفاجات، برشا تحقيقات وبرشا تصريحات حابكم باش تكتشفوها اكيد تباعا خلال هذه السهره. لكن قبل كل شيء نستقبل مع بعضنا الفنان الشعبي سمير لوسيف باش يحيي الترجي الرياضي وباش يغني الليلة سهرة مع بعضنا. نستقبل المطرب الشعبي سمير لوسيف.
تحية 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 لسمير الوصيف، تحية تحية لسمير الوصيف على كل حال على قبوله الدعوة، على يعني مواكبته لهذا الحدث، مواكبته للفرحة. طبعا سمير نعفوك تحب الترجي الرياضي، أكيد فعلت كثيرا مع هذا التتويج، كلمة كفنان تونسي كفنان شعبي، عندك تاريخك وعندك ربما جمهورك، أكيد فعلت مع هذا التتويج، كيفاش تقول بالنسبة لجمهور الترجي بهذه المناسبة؟ نحب نهني سي فوزي بنزرتي وخويا وعشيري حمدي كذلك خونا ماهر كنزاري باتت وجدايا وجمهور الترجي تعبوا دخل لحظة الحمد لله ربي وفقهم وإن شاء الله ربي يوفق كل فاقكم. أكيد على كل حال باش تبقى معنا سمير، برشا مفاجآت وبرشا غالي تتفضل بحذانا هنا. إذا واحنا باش نتلقوا في الحوار، باش نتلقوا ربما في معرفة أسرار نجاح الترجي، حطيت لها سي فوزي برشا حاجات وبرشا كلمات من اللي جاء فوزي بزارتي، فما تغيير كبير في الترجي الرياضي. لكن قبل ما نحكي مع سي فوزي نحترم ربما التسلسل الإداري، سيد بدين التلمساني نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي، مرحبا بك ومبروك الترجي بهذا التتويج. مرحبا بك سي عالم، مرحبا بمستمعي قناة مشاهدين بطبيعة الحال. كنت في إذاعة خاصة أنت على ذاك، ما زلت أثر بالراديو. لا ما خليش يركز سمير، أكيد سمير ما خلي حد يركز، ما زلت خايب روحي. إذا سمير قال الجمهور تعب، لكن أعتقد أنه ثمار ربما عمل متكامل من كل الأطراف، من هيئة مديرة، من إطار فني، من إطار طبي، من لاعبين، من جماهير طبعا، كإدارة، كهيئة مديرة الترجي الرياضي. أولا هل أنه بطولة هذا الموسم كانت من بين الأهداف المرسومة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي؟ أكيد، ما تعرف نحن في الترجي معناه نرمي إلى هدف معين وهو معناه التتويجات، وأكثر التتويجات رهنوا عليها من أول الموسم يظهر لي معناه الهيئة المديرة وعلى رأسها سي حمدي المدب ركزنا على الناحية هذه، قمنا بانتدابات قريبة، انتدابات حبيت نقول وأن معناها جلها معناها شبان، قلنا ممكن معناها بهالشبان هذه معناها نبني فريق، يمكن معناها إذا حلفنا الحظ ونهزوا رمز أو تتويج أو اثنين نكونوا فرحانين. لكن سرعان ما الشبان اللي كانت موجودة في صلب الفريق تأقلمت، زدنا معناها انتدبنا معنا لاعبين مخضرمين مثال وسام العابدي، وتوا معنا ثم لاعبين وما همش كبار في السن لكن خذوا من الخبرة الكافية اللي باش يحيطوا معنا أصحابهم كما حمدي الكسراوي كما زياد الدربالي، هذوما صغار معنا نسبيا معنا عمرهم 23 24 سنة ينشطوا في الفريق تو عندهم مدة لكن صغار، لكن عرفوا يأطروا معناها زملائهم، وصلوا وصلنا معناها في وقت من الأوقات صحيح معناها عرفنا شبه العثرة. باهي، أنا نحب ننتظر ربما الحديث باش يتواصل بعد باش نكتشفوا ربما أسرار نجاحات الترجي الرياضي التونسي، لأنه ما فماش نجاحات بتجي من غير عمل ومن غير مثابرة. نحب قبل ما نحكيه مع سي فوزي البنزرتي كليب تحية إلى الترجي الرياضي بعد الفوز بهذه البطولة في موسم التسعينيات. شوقي اللي خلاني انسى اي بعد ما بينا وكل يوم عدى يا غلا ما عنديش باقي ما سويت انت ملك
كانت هذه تحية للترجي الرياضي التونسي، هيئة مديرة لاعبين جماهير وإطار فني، وما أدراك ما الإطار فني، وما أدراك ما فوزي بن زرتي باعتباره الشغل الشاغل للجمهور الرياضي وجماهير الترجي الرياضي. سي فوزي مرحبا بك. ثابت أنه التتويجات ماهيش جديدة على فوزي بن زرتي، لكن أكيد كل لقب عنده طعم خاص. صحيح. شو المثل اللقب نتاع البارح بالنسبة لفوزي بن زرتي المدرب؟ والله لقب معناتها يمكن أصعب لقب تعرف عليه، معناتها يمكن برشا يفكروا كونه جاء فوزي بنتي اخر الموسم، يعني مازالوا 4 أو 5 مباريات ولا معناتها امور عاديه. بالعكس تخدم في اول موسم ممكن ياسر تخدم وتحضر فريق نتاعك وتعرف الزاد البشري وكل حاجه، معناتها كل تحطها من اول، وتحضيرات بدنيه قويه وتحضيرات معناتها نفسانيه وتحضيرات معناتها على جميع المستويات، الفريق يبدا حاضر وجاهز ومن اول سباق تبدا امورك واضحه. فهمتني؟ قلت جيت في اخر الموسم وصعبت عليا في عده مناسبات، جيت في اخر الموسم وقت صعبت عليك البطوله تصعب مش تذكرت، جيت قبل معناتها في اواسط موسم يمكن مع ما ترشها مغامره من جهه العواقب وقت اللي تتحمل يعني مسؤوليه في ظروف ربما مرحله حرجة. حاجه كي تقول لك جيت الترجي والله نقول لك توا وقلت لسي حمدي ما عنديش عارف كيفاش جيت وكاو، معناتها كان تفكر كوني فكرت فيها وعملت العصر انا في حاله لا وعي بالترجي ممكن احتمال فهمت ولا، معناتها اللي انا كنت في ليبيا فهمت ولا الجماعه اتصلوا معناتها بالخير امور كانيه كنت في ليبيا امور كانيه كنت في ليبيا والله لاباس 100% لا لانه بالحق يعني تحدي بالنسبه لفوزي بزاتي انه فوزي بزاتي غير الترجي الرياضي هو صاحب الطليعه وفريق نقطه على المنافس المباشر للنادي الافريقي، لكن المقابلات اللي جيت فيها انت كانت حاسمه خاصه ان الترجي كان يلعب على عده وجهات. الترجي وقت النادي الافريقي في المرتبه الاولى قبل مباراه القصرين وقت كل شيء تم معناتها انت في مباراه القصرين جيت فما حنين كبير للترجي، راني خدمت في الترجي قبل معناتها حصلنا القاب حصلنا معناتها اشياء فهمت، نتذكر متى 94 هذاك ما تعاودش كاس افريقيا للنادي الانديه البطله بدون هزيمه ممكن رقم قياسي لتو ما تحصلش فهمتني، بعد حصلنا عده القاب معناتها مع الخير فما مجموعه هذه مجموعه فما حنين معناتها يجبدني زاد سي حمدي المد معناتها انسان من قبل نعرفه من قبل فهمت ولا عمل ياسر حاجات معناتها للترجي، حب كلمني عدة مرات حتى قبل ما لاني في ليبيا كلمني عدة مرات يقول لي معناتها راه الباب مفتوح وفي أي وقت معناتها، فما نجمش نرفض طلب وأنا يمكن برشا ما يعرفونيش حاشية بعض ساعات ما نجمش نرفض طلب ولا على حسابي، فهمت وقت رجيت المناسبة فهمت ولا معناتها خدمنا مانيش عارف معناتها ننجح نخفق العلم ولا، أهم شيء بالنسبة لي ثقة في النفس كبيرة، ثقة في الإمكانيات نتاع اللاعبين الموجودين حاليين اللي شفتهم في عديد مناسبات معناتها كونهم قادرين باش ينجموا يتقدموا قادرين ينجموا ياخذوا البطولة، بالثقة هذه فهمت ولا معناتها ما نساوش فهمت ولا معناتها بعض ساعات يقولوا لي ما تشكرش جماعتك، بالعكس ماهر كنزاري فهمت قلت بعض ساعات نقول
للداخل سي بدين يعرف انت سهمتي. قلت لهم رسموا عندكم ماهر كنزاري معناتها في الفريق فهمني، هو اللي شد المجموعه، هو اللي معناتها فهمتي على خاطر بعكس ممكن انا ضد مدرب اجنبي مهما يكون فهمتي. ثم تكامل يعني في الاطار الفني للترجي الحمد لله رب العالمين، كنا فهمتي كملنا بكل ثقه فهمتي معناتها وصلنا نسق، كان نسق تصاعدي رغم الصعوبات رغم كل حاجه. تذكر اول مقابله ضد الاسماعيلي معناتها تصور ضد الاسماعيلي معناتها ممكن يزرع في الاسماعيلي مع تهاجي سي فوزي، ربما المقابله اللي المفتاح بالنسبه لمسيره فوزي بذاتي الترجي ولنتائج الترجي اللي جات بعد مباراه لا مؤكد معناتها احنا ما ماشيين الاسماعيلي معناتها حظوظنا ماهيش وافره الحقيقه معناتها باش نكونوا واضحين، لكن معناتها انت ديما نامن امن بالمجموعه وقت الامن المجموعه تكون موجوده نجمه معناتها اي فريق ولو يكون اقوى منا، لان الاسماعيلي تو الوقت الحاضر في احسن فتراته الوقت الحاضر متصدر. الاسماعيلي لعب للترجي كان تفوق على الاهلي المصري في القاهره بالذات والتو متصدر فهمتني، من افضل الفترات الاسماعيلي تو الوقت الحاضر فهمت له، والاسماعيلي عده مرات فاز على الترجي ذهاب واياب معناتها في الادوار فمعناتها كما نقولوا العقده هذه نحيناها وقت اللي مشينا الغادي للاسماعيليه فهمت له معناتها كنا منهزمين 2-0 رجعنا في الشوط الثاني معناتها كانوا فريق ثاني. هذه يقولوا شنو حطيت لها علموا ليش شنو حطيت لها اش ما حطيت لهاش فهمت له، اما تكلمنا بكلام معناتها نتاع رجال نتاع الناس فهمت باهي خسرنا ايش المشكل، اما الروس مرفوع ونكملوا المباراه ونلعبوا الكوره من اجل الكوره فهمت له. البعض فما يمكن كان داخل بين الشوطين باش يكون ما ناكلوش خمسه وما ناكلوش سته فهمتني، كان معناتها كان عندنا ثقه في الاولاد وكان عندنا ثقه في الفريق وكانوا في المستوى رائع فهمت له، وسجلنا هدف وكنا نجموا نسجلوا الهدف الثاني فهمتني وترشحنا. بعد هذه بيومين عندنا مباراة منسير ما تنساش، منسير معناتها إذا تخسر تنسحب بجملة واحدة من البطولة، وهذوما اثنين مباريات خارج ميدانهم ما هماش سهلين فهمتي، وهذاك كان الدكليك حسب رأي الإسماعيلي والمنسير. بالفعل أكيد فما تحضير نفساني وتحضير بدني أيضا، ترجعوا بعد للتحضيرات اللي صارت في غابة عند راهم وتبرقوا الأجواء هذيك وكيفاش هزوا فوزي، قالوا فوزي بالذات باش يعمل في بريباراسيون تاع أول سيزون من جديد، لكن حاب أسأل أنا ماهر سؤال ممكن كلاسيكي لكن سؤال لابد ان نفرضه اليوم ونطرحه. ما تعاملت مع ثلاثه مدربين هذا الموسم؟ كابرال، ديمورايس وفوزي بنزرتي. اكيد كل مدرب عنده الخاصيات نتاعه، كل مدرب عنده طريقته واسلوبه، لكن شو الفرق بين الثلاثه هذوما؟ صدق مش خاطر سي فوزي بحدانا. لا مش معناتها لم يعود ولا حاجه بالنسبه للمدربين اللي خدموا ثلاثه. كل مدرب تعرف عنده فلسفته في الكرة، كل مدرب عنده رؤيته للكرة، كل إنسان كيفاش يشوف الوضعيات اللي تطرح قدامه. أهم شيء ثم ويمكن الفاكتور ديتيرمينون في يعني العامل المؤثر في هذا هي الفترة اللي وقع فيها العمل، ويظهر لي الفترة اللي الأخيرة نتاع السبرينت فينال هي ديما الفترة المهمة والفترة اللي تحتاج برشا خبرة، برشا لوسيديتي، برشا معناتها سافوار فير. يظهر لي عبرت ديما عبرت الأمور بخواتمها كما نقولوا، وفي الأخر ديما أصعب شيء. يظهر لي نحن جاتنا من بيريود صعيبة في شهر فيفري و On a perdu un peu les pédales, n'est-ce pas? Il ne faut pas. Mais je suis un peu. Nous avons fait un match de club, nous avons fait un nul à Béja, nous avons fait un nul à Hammam Lymph. Nous avons fait un nul à Béja. Nous avons fait un mois de février, nous avons fait un nul à Béja. Nous avons fait un nul à Béja. Bon, il y avait une déstabilisation dans le Farid, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du. Du public, que ce soit au niveau du staff ou quoi que ce soit. On a perdu un peu les pédales. On avait besoin de quelqu'un d'expérience. Ils ont bien fait. Ils jouent pour les titres. 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 Donc, ils ont un peu de lucidité. وشوية معناتها كابيتال كونفيونس، ميم سي ساعات كما قال سمعتوا في انترفونسيون في تلفزيون قال لك انا ما نخدش ودرا شنو وما نظهروش للاعبين، معناتها ثمك التوش هذيك. علاش؟
السيد ما عاش الوضعيات باكش مقات نحن عشناها باكزامبل نفس بيرسونيل مو عاش الوضعية دي كلاعب مش كمدرب. اللاعبين هذوما كلهم معناتها لاعبين شبان وثما كيما سكن حمدي يمكن لعب على تيتو وعرب يجيب لعب ما عمناه يا دوزون معناتها اللاعبين كل كيفاش نقول معناتها التعود نتاعهم ما تعودوش على ابو تحت الضغوط هذه ولولانيين في الكلاسمون نستناو في فوبا باش يخلطوا لك دونك صعيبه تحت ضغط كبير تحت ضغط كبير والضغط 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 كان ماهر اكيد في مباراه البارح اكيد اللي يقول مباراه حاسمه مباراه النجم والترجي يقول مباراه كبيره مباراه فيها اثاره مباراه فيها تشويق لكن الترجي البارح كان أداء بطولي كان أداء رائع النجم نقطة استفهام لكن الترجي كان متميز على جميع المستويات وحق انتصار بدون أي شك كان ربما انتصار أكد جدارة الترجي بهذه البطولة لكن قبل ما نرجعوا للمقابلة شوفوا أجواء ما قبل اللقاء ثم نرجعوا ونكمل الحوار بتاعنا البيع الفائده اللي يجي الاولاني راه هذا صحيح راه وهما ما شادوش جمعه معنا في الكلاسمون ويحيى الترجي الرياضي التونسي سعين دقيقة جمهور الكلوب يستنى معنا في عاطر الاسبيرونس مش الشامبيون شنو وراء جمهور الاسبيرونس نحن باش نعلقوها من قبل 90 دقيقة اخويا بقدرة ربي توفى يرح تروح يوفى من البريمير ميتون محافظين الحومة قبل معنا اللقاء كانوا معنا الشامبيون في الجيب الاسبيرونس ان شاء الله نلقوا ونهزوا الشامبيون وكل عادة يعني بعد بار جو بإذن الله بتربحوها ريتوال بإذن الله والبطولة في بسويقة ومربوحة ان شاء الله باش تعمل اليوم تربح قد ايه خمسه مش برشا خمسه برشا مربوحه ان شاء الله مربوحه يا اخويا ان شاء الله مربوحه تستحق انا غدر عميك على الربح وان شاء الله ربي سهل وفي الخير ربي سهل اكيد الاسبيرونس اليوم مش تهز بطوله اكيد الجمعيه حاضره فهمني بالكدا عدينا فهمني تروح باهي في المغرب وبقدره ربي ما عاد خوفنا حتى جمعيه معناها بقدره ربي وقدرتنا خوفكمش الاطوال اليوم لا ما تقلقناش خاطر علاش جمعيتنا باهيه سنا وجمعيتنا احسن جمعيه عندنا ثقه في ولادنا عندنا ثقه في البريزيدون تاعنا والحمد لله يا ربي وربي ينصرنا وان شاء الله ديما الترجي ديما شيخ ونلعبوا على البطوله العربيه وعلى الكوب دافريك والحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما لاباس 90 دقيقه وبحول الله مربوحه ومادام عندنا مايك وجهي وعندنا اسامه في فورما بحول الله والكسراوي قدرت ربي بالبريمير ميتون كملوا الشامبيون المقبل سته جولات نهزوها اما على يدي الاربيت اللي جابوه لنا اما تو باش ترجع لنا البطوله نتاعنا انا نحب نوز الشامبيون حط كورتي في الشبكه نربح على روحي لا نحكي الاربيتر لا شيء الكلوب تربح على روحها تربح ما نحب نحس الشامبيون 3 بوان الشامبيون على روحي احنا بطل من البارح امورنا 5 رابحين نحن جزء البطولة راه كاش خزي مالولة وقد تربي وني لي شامبيون امورنا مليك لاحنا قد ربي جوي 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 ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله في بلاش ان شاء الله لو راموش يبقى قطعها واليوم كتير جرحها برمضان كسخة 100% اليوم ورجع معي مش تلس شامبيونا هذا ان شاء الله ان شاء الله لازم شامبيونا اليوم الاسبيرانس كي تلس شامبيونا اش تغني لها الفا برمضان اش تغني نغني لها مبروك مبروك Ale, 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 no.
ان شاء الله كلنا العدل نهز البطولة. طبعا تتواصل اجواء الفرح من رادس من باب السويق الى قناه حنا بعر. قناه حنا بعر كما تعرفوا اليوم تواكب الحدث وتستضيف بطل تونس وتحتفي ببطل تونس الترجي الرياضي التونسي. حبيت نذكر بالنسبه للكليب اللي قدمناه في اول حصه كان اعدته الزميله نعيم مساسي، وبالنسبه طبعا لاجواء ما قبل اللقاء في تيرذايا كان من اعداد فؤاد بوفتح وبرشا من زملاء صحفيين كانوا جنود خفاء باش جهزوا هذه الحصه وهذه المنوعه. فتحيه لهم هيثم الراشدي، فؤاد بوفتح، سهير عبيد، ياسين بورقيبه، خالد شوشان وبقيه الزملاء الفنيين والتقيين اللي حرصوا منذ اعلان الحكم عن نهايه المقابل على خاطر حطينا كل السيناريوهات. احنا كما الجامعه التونسيه لكره القدم حطينا كل السيناريوهات، وكانت فريق كبير مجند باش يعد هذه الحلقه وباش يعد هذه السهره الحدث، سهره تتويج الترجي الرياضي التونسي. حاب نمشي الى احد جنود الخفاء، يعني نحكي على جنود خفاء واحد جنود خفاء في الترجي الرياضي سي عامر البحري قبل ما نحكي مع قائد الفريق. سي عامر اللي يقول عامر البحر يقول لن مين نمبر وان، يعني المنافس او العدو رقم واحد للهياكل الرياضيه هذه والقوانين والثغرات القانونيه الرابطه وغيرها. فاكيد وقت اللي واحد يكون متمكن من القوانين وفريق عنده واحد كما عامر البحري يستفيد برشا من هذه الثغرات الموجوده في الكره التونسيه. كيفاش عامر البحري يتعامل مع هذه الوضعيات، وكيفاش عامر البحري ساهم بشكل او باخر في انه يستفيد الترجي من بعض الاخلالات والثغرات القانونيه؟ والله اللي تقول ثغرات انا ما نتصورش اللي القوانين نتاعهم فيها ثغرات. على الاقل القراءات تختلف. القراءات صحيح، قراءات والا معناها نوايا معناها اللي ما يحبوش معناها يقراوا النصوص كما هما. معناها الترجي تقرا النصوص كما هما. اذا كان الترجي ما عندهاش امل باش تربح قضيه ما تقدمش. عمرنا احنا ما مشينا القضيه ومعناها وخسرناها على خاطر نمشيو في الطريق السوي والقراءه الصحيحه. كما حالت الكارت نعطيك زوز مثال. احنا الكوب دافريك دي نور كاس شمال افريقيا ما فيهاش قانون. لعبنا السبت والاحد والاثنين والثلاث ومشينا وجينا وكل شيء ما طلبنا شيء. كنا باش نلعبوا اذا كان وتات وكنا باش نلعبوا النهائي نتاع كاس تونس، كنا باش نلعبوا نهار الخميس 21 نهائي كاس العرب ونهار الاحد نهائي كاس تونس. ما حدا كان يشي ساكن خاطر القانون ما ينصش عليها. وقت اللي جات حكايه نهار 12 ونهار 13 فيها قوانين، طلبنا الناس باش تطبق القوانين. يا اخي تقول لي انت فاهم ما فاهم، ما فماش حتى فاهم. اذا كان تقرا لي تيكس والاسبري دي تيكس ما فماش حتى مشكله. ولهذا معناها احنا مشينا للصميم التيكس، وفما ثلاثه محاور في القضيه نتاع ال 12 المحور الاول اللي هو احنا كنا لا ما حبوش نرجعوا له، لكن نحكيو بشكل عام انه في تكامل ادوار مدير الترجي الرياضي كل واحد يلعب دوره، وعامر البحري يلعب دور كبير ودور هام واحد جنود خفاء هذا الترجي. اما نحب نسالك سؤال اخر سي عامر، ما تطلبش المستحيل. هذا بور كونكلور، الترجي ما تطلبش المستحيل اذا كان عنده حق تدافع عليه. بالضبط. انا نحب نسال عامر البحري، عاشرت برشا اجيال وبرشا رؤساء وكل تتويج اكيد عنده رونق خاص وطعم خاص. كيفاش تعلت مع التتويج البارح وشنو كان بالنسبه لك؟ والله خاصه يجي في موسم التسعينيات التتويج هذا كان صعيب. صحيح صعيب، حتى اخر جوله ما تعرفش باش تهز البطوله ما تهزش البطوله. احنا عشنا قبل زوز تتويجات معناها نتاع اكثر من هذوما، نتاع معناها غسرات اكثر من هما. عام 75 76
كملنا البطوله فرد الترتيب الاول احنا والنجم الساحلي. وقتها كانت حاجه باهيه معناها نتلاجاو زوز مقابلات اياب وذهاب. لعبنا في السوسه ربحنا واحد شيء، لعبنا في تونس عملنا واحد واحد بالمحمود ماركا اخر وقت، معناها البطوله هزيناها اخر دقيقه بالمحمود بالراس ماركا البونتو بتاع واحد واحد. الصيغه هذه نتاع اللجوء الكابتن جبدها في الوحده الواحد، وانا عرضت زوز كونسي فيديرو عرضت فيها زوز مجالس فيدراليه عرضت فيها على اساس اللي معناه بطوله تونس تعتاب بالفير بلاي. والفير بلاي شكون يحكم فيه؟ الحكام. هذا يعطيه ورقه معناها في الغلطه بيتها وما يعطيش ورقه للاخر، معناها الحكام تحكم فيها. واللي امر من غدر بعد الفير بلاي اذا كان فما معناها في الفير بلاي فما تعادل يمشيو يترجوا سور. رندوا كونت اذا كان بطوله تونس تهجم بالترجي سور. فضيحه. ما حبوش يمشيو معايا في الكونسيل هذا الاول الثاني، فهمت؟ على اساس اللي معناها خايفين في المقابلات هذوما عادي صاروا مشاكل في الاقسام السفلى. يا ولدي شنو دخلنا احنا بروفيسيونيل تو شو الفرق السفلى؟ واضح سي عامر، نحب تحيه مجموعه الترجي العامر البحري احد جهود الصفاء. شكرا لك سي عامر. اكيد طبعا اذا فما ناس قاعده تخدم في الاداره وفما ناس معناها فنيين وفما اطار طبي ومنها وجمهور، لكن الصحيح ديما اللي يبقى عليهم العمده هم اللاعبين. واحد اللاعبين اللي كانوا مؤثرين في هذه المسيره الترجيه اكيد حارس المرمى، حارس المنتخب الوطني التونسي والترجي الرياضي حمدي القصراوي. حمدي مرحبا بك. مرحبا بك. مبروك التتويج. الله يبارك فيك. عايش. اكيد تعب كبير وضغوطات كبيره وربما بعد فتره شك وثوره شك على حمدي، حمدي صبر واصمد واثبت على الميدان انه الرجل المكاسب، الرجل المناسب في المكان المناسب في عرين الترجي. سنقول كل شيء، نقول الحمد لله اللي ربي وفقنا باش فزنا بالبطوله هذه. والله شوف الضغط ما فماش ملاعب يعيش من غير ضغط، فهمت؟ سيرتو كي تبدا تلعب في جمعيه كبيره كيما الترجي اللي القدر نتاعها هو انه تلعب على القاب وعلى التتويجات، تلعب قدام جمهور اللي يحضر كل مقابله اعداد 30 50. تحيه لجمهور الترجي. لانه بالحق السنة كان استثناء. دونك فما بريسيون كبيره بالنسبه لي، هذا عامي سادس في الترجي. الحمد لله يا ربي نقول اللي شوف اخ عادل لو كان اي واحد من جمهور الترجي يهبط يقف خمسة دقائق في الشباك، فهمت؟ وشنو يشوف السونساسيون اللي يحسها؟ دونك سي با فاسيل باش تكون جول في الاسبيرونس، سورتو في الاسبيرونس كما قلت قدام جمهور كما جمهور الترجي وتلعب على القاب وتلعب معناها في بريسيون هذيك. دونك سي نورمال باش تجي فترات ليكيب الكل تبدا معناها ساعات اون بيز دو فون فترة فراغ تتعدى بها الفريق، خاطر على على 90 دقيقة ولا على موسم كامل من ربع المستحيلات في اعلى في معناها اعلى في اقوى فرق في العالم تشوف ساعات برشلونة تعمل نيول ولا تعمل خسارة على بلادها. دونك هذيك سنة الحياة معناها، دونك هذيك سنة الحياة. دونك بالنسبة لنا نقول اللي الواحد يلزمه يكون أول حاجة عنده ثقة في روحه، ثاني حاجة عنده ثقة في إمكانياته معناها، فهمت؟ ويلزم عزيمة كبيرة ويلزم تكون اللي شوف الترجي اللي ما يحملش البريسيون ما يقعدش معناها عام نص عام يخرج دورك. اكيد حمدي كان هام وشفنا حتى البارح قبل المقابله واثناء ما بين الشوطين في مباراه الترجي والنجم جمعت مع الملاعبيه وتحكي معهم واكيد تحكي في الفيستيارات وتحكي ايضا في وسط الميدان، يعني لعبت دور قائد الفريق ودور اللاعب اللي عنده خبره وانه ما عندكش خبره كبيره ما زلت صغير معناها. والله الحمد لله نقول الواحد عشت مع وكبت معناها زوز اجيال، فهمت؟ رغم صغر نتاع سني الحمد لله يا ربي معناها خذيت
شارة القيادة في سن صغيرة، لكن الحمد لله علمتني برشا حاجات، منهم أول حاجة المسؤولية، المسؤولية على روحي، المسؤولية على أصحابي، معناها فهمت، خاطر تشوف أنت معناها في الإفكتيف متاعنا صغار، ناس كل صغار مش مستنسين باللعب، فما اللي كاليتي موجودة، لكن اللعب في ضغط كما اللي عشناه الموسم هذا صعيب، دونك يلزم واحد التجربة الصغيرة اللي عنده بالإكسبيريونس بالإفكيو متاعه يلزم يمرر الميساج لأصحابه متاع باش يلزم تنكادريهم، فهمت، على خاطر برشا جوالات صغار كما قلت لك لي كاليتي موجودين، ليسونسيال أنه يكون معناه يكونوا بيان انكادري، فهمت. أكيد تأثير موجود وباش نستقبلوا بعد حمدي مجموعه من اللاعبين ابطال تونس، لكن قبل هذا فاصل اشهاري ثم نعود. والفرحة ماذا
تحية لا 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 تحية طبعا مرة أخرى لمشاهدينا الكرام، تحية لكل ملتقطي قناة حنا بعل الفضائية التونسية في سهرة الحدث، سهرة الاحتفال ببطل تونس الترجي التونسي في موسم التسعينية. طبعا تحدثنا منذ قليل على دور الهيئة المديرة ودور الإطار الفني واللاعبين والجماهير، وهناك أيضا في الترجي الرياضي تكامل الأدوار بين الهيئات المديرة مهما كانت يعني تعاقب المسيرين ومهما يعني ربما اختلفت الرؤى في على مستوى التسيير وطرق التسيير كما من مدرب لمدرب، لكن في النهاية الترجي عائلة واحدة والأسرة الموسعة للترجي الرياضي تحتفل مع بعضها بهذا التتويج، وإحنا سعداء اليوم بعد ما تعذر السيد حمدي مد اللي كان باش يكون معنا، تعذر في آخر لحظة باش يكون معنا، سعداء باستقبال السيد سيم شبوب الرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي. سيسلي مرحبا بك. بك. هنيئا للترجي الرياضي ببطولة 22. بارك الله فيك. أكيد حلم أجيال، والبطولة هذه تعبت بها عليها برشا أجيال، نضال كبير في الترجي ونحن نحتفل بتسعينية شيخ الأندية التونسية، كيفاش فعلت مع هذا الحدث ومع تتويج المستحق للترجي ببطولة هذا الموسم؟ بارك الله فيك اللي قلت تتويج مستحق، على خاطر البطولة على عكس الكاس يمكن معناها جي أطوار فيها مفاجآت وكذا، البطولة ديما هو للفريق المنتظم في النتائج، ديما الفريق اللي يعمل أكثر، ديما الفريق اللي يأمن أكثر من غيره بالحظوظ متاعه، وإحنا أخذينا بطولات قبل ونعرفوا شنو هو قيمة البطولة، ما تمشي تجي معناها مفاجأة البطولة، ثم عمل، ثم تعب، ثم غصرات كما شفنا معناها الترجي كان تقدم فارق كبير وبعد تراجع في فترة من الفترات معناها في النتائج متاعه لعدة أسباب، منها معناها صغر سن الأكبر عدد كبير معناها من اللاعبين تنقصهم الخبرة في المباريات الكبيرة، وما نعرفش إلى اللاعبين هذوم والمجموعة هذية شاعرين بشيء اللي حقوه ولا لا، أنا مش متأكد اللي هما يعرفوا اللي حقوا حاجة كبيرة برشا بالنسبة للترجي. علاش نقول الكلام هذا؟ على خاطر البطولات اللي شفنا البطولات السابقة للترجي أو أكثر البطولات اللي خدات الترجي في تاريخها ديما كان بمجموعة عندها خبرة بلاعبين دوليين كبار معناها عندهم باع وعندهم تاريخ في المنتخب وكذا، خول للترجي باش خدها البطولة. هذه البطولة هذه تختلف تماما بمجموعة صغيرة فعندها نكهة، شنو هي النكهة هذه؟ يمكن قول لأن يلزم تتوفر أشياء في المستقبل القادم في القليل معناها اللي قدامنا القريب، توفر أشياء باش المجموعة هذه يعني تكون انطلاقة متاع فريق كبير برشا، لأن يعج المجموعة هذه باللاعبين الممتازين ما نحبش نسميهم ويلزمهم يخدموا برشا ويعرفوا اللي مني أنا ما نجموش يسمعوا برشا كلام يعجبهم، يعرفوا فقط وأن يمكن هذه بداية عهد يذكرنا أو ينسينا في الفريق الكبير متاع 97 و 94 وكذا، وهذا احنا شنو نحبوا ديما. آخر بطولة هي أفضل بطولة عندي أنا هي البطولة هذه، لأن كما قلت مجموعة شبان وثم انسجام وثم زاد معناها كبير برشا برشا، ما نعرفش أنا كيفاش نشوف الكرة ولا العباد كيفاش يشوفوا فيها، أنا نشوف معناها في لاعبين وفي بداية وانطلاقة وشرارة متاع فريق كبير برشا. أكيد سليم، والحديث سيتواصل والحديث طبعا عن تتويج الترجي ببطولته رقم 22 في موسم التسعينية، ستكون وسيكون لديه وله العديد من المحاور والعديد من المفاجآت في هذه السهرة الحدث. نحب نمشي لما بعد اللقاء، التصريحات والفرحة وأجواء ملعب رادس الاستثنائية البارح، نرجع مع بعضنا من هذه الصور ثم بعد نرجع ونعلق عليها في هذا الحوار والجانب باش يبدا مفتوح، باش ناخذوا بعض اللاعبين ابطال تونس وحتى الجماهير باش يسمعوهم شويه لانهم دورهم كان فعال ايضا في هذه المسيره المظفره والورديه لفريق بابسيح. Thank you.
تسليم يظل كي تشوف غاديك 0-0 وفي المنزه وتوا في رادس 2-0 يظل نجم نقولوا الشامبيون وفيتا. تحب تفتلك ولا بالمجد؟ بالمجد نحكيو. مازالوا 45 دقيقه فيهم الخير والبركه. مولي البطوله اهم بالنسبه للكوب من خير اللي كنتي. الكوب شنو هي؟ كوب كاس تونس. انا عمري نشوف معناها كاس تونس عمري ما وليتها عنايه كبيره، بالعكس معناها كي نلقى بين البطوله العربيه الافريقيه وبين البطوله التونسيه كاس تونس ديما احنا لعبنا مره سرحنا اللاعبين الاجانب تاعنا كلهم في دور نصف نهائي. عندك 6 سنين وين هالخيبه سي عسكندر؟ والله نتبعوا كي ناس الكل من بعيد شويه، الترجي عنده افضليه وعنده اسبقيه. ما نتخيلش انه الترجي اليوم مش يفرط معناها الشوط الثاني في الانتصار هذا. اللي به الفائده عملناه. يلزمنا نعرفوا نستحوذوا على المقابله. مصيرنا بيدينا مره اخرى. مصيرنا عندنا خير من اللي عند الناس. نبيل يظل نجم نقولوا بطوله برباعيه. عسكر الحمد لله لو بلوز امبورتون خاطر مش سهل باش تلعب ماتش في برشا بريسيون وباش تربح معناها اربعه الاولاد لعبوا ماتش اكسبسيونيل تحت بريسيون كبيره. برافو برافو معناها بوغ تو لو ترافاي كي ايتي في.
نعود اذا ونواصل استعراض مسيرة بطل تونس الترجي الرياضي التونسي في موسم التسعينية، البطولة رقم 22، وفما برشا ملاعبي صغار كما قال سي سليم وقال سي فوزي وماهر وحتى حمدي، يعني فما اليوم لاعبين يعني ربما جيل جديد وملحمة جديدة في الترجي الرياضي التونسي. حاب نمشي مع هيثم الراجلي باش يستقبل مجموعة من ابطال تونس اللي صنعوا هذا الحدث في البارح. شكرا شكرا لك عادل. اشبال الترجي الرياضي التونسي اللي نجم نقولوا في بدايه المشوار كانوا نتيجه طيبه، وكانوا كلهم تقريبا ما يتعداوش اعمارهم ال 22 عام، يتحصلوا في اول عام ليهم في اول منافسه على البطوله على اللقب هذا. يظل باش نبدا بخليل شمام، خليل اللي كان ذاق طعم التتويجات مع الترجي الرياضي التونسي، عملوه الفائز بكاس تونس. خليل يظل نجم نقولوا اللقب هذا عنده طعم خاص بالنسبه للترجي وخاصه لاشبال الترجي. بالطبيعه عنده طعم خاص، واحد تابع عليه عام كامل، واحد كيرجع ملي صغير معناتها ملي بديت نلعب منيم يحلم بالتتويج هذا. الحمد لله بالخدمه نتاع الاولاد الكل، الاولاد الصغار الكل، حققنا التتويج هذا الحمد لله. خليل هذا السنة بداية الموسم كانت صعيبة برشا، نعرفوا الحالة الصحية اللي كان عليها خليل قبل ما يبدا الموسم الرياضي، ومن بعد نجم نقولوا تحدي كان بالنسبة لك أنت ترجع تسترجع لياقتك البدنية وتفوز بلقب تونس. الحمد لله معناتها برشا عباد شكوا فيا، نشكر الساعة الإطار الفني اللي عطى فيا ثقته، الحمد لله معناتها كنت في المستوى، وصحيح برشا ساكريفيس باش رجعت الفورمة نتاعي والحمد لله. اوكي يظل الفورمة هذيا اللي رجعت خليل، لاكيد كون نجم اكثر واحد نجم يحدثنا عليها هي المعدل البدني. المعدل البدني بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، خليل نجم نقولوا خدمة كبيرة برشا في الترجي. وخليني نذكرك ساعة انت كل بعد مباراة تعمل تصريح تزيد مباراة، قاعد تحسب فيها مباراة بمباراة، يظل خدمة كبيرة برشا خليل. صحيح الموسم الرياضي هذا 2008-2009 موسم صعيب برشا، كثافة المباريات، تعرف اللي معدل الأعمار تاع الترجي الرياضي التونسي ولادنا 21-22 سنة، إضافة أول موسم هذا تكون فيه الترجي الرياضي التونسي يكون يعني المباريات بالكثافة هذه، ماراثون تاع مباراة كل ثلاثة أيام، تنجم نتخطيو العائق هذا، العائق البدني بفضل الحضور الذهني تاع الأولاد اللي تعرف بريسيون كبيرة سورتو نيفو مونتال، وقت اللي يكون الأولاد حاضرين في آخر ذهنيا نتصور اللي ساقيها متجاوب، بالطبيعة مش تكون نتيجة كما ريناها نسوي كل الحصول على البطولة. إن شاء الله الخميس الجاي نكمل ونحصل على البطولة العربية ونهدو الجمهور العزيز الغالي. خليل يظل الناس كل شكت وقالوا توا الترجي الرياضي التونسي باش يعمل تحضيرات ويمشي لعين دراهم، وتوا باش يتعبوا الجوارات وما عادش يلقاو سفن، كنا نفسروا الحكايه هذيا بالضبط. ويظل نجم نقولوا عطات اكله، كانوا رينا لاعبي الترجي الرياضي التونسي يشدوا 90 دقيقه كامله، ريناهم في المغرب، ريناهم مع النجم الرياضي السياحي في المباريات الاخيره. صحيح صحيح، نقطة هنا من المجيء تاع سي فوزي بعد مباراة الإسماعيلي، كنا قمنا بتربص أول في حمام بورقيبة ثم تربص ثاني في عين دراهم، وقت اللي تربص هذاك الثاني بعد مقابلة المستير مازالت عندنا 10 مباريات، يعني 10 مباريات كأنه ألي ولا روتور في شامبيونة أخرى، دونك 10 مباريات في نهاية شهر مارس مش فان سيزون، دونك الخدمة اللي خدمناها عطت أكلها. نتصور أهم حاجة للترجي الرياضي التونسي يكمل من غير إصابات، الترجي الرياضي التونسي يكون في مستوى كبير برشا من الناحية البدنية، ولكن خاصة من الديسبلين تاع الجوار خارج الميدان، لانهم الميريت الكل يرجع للاعبين ويرجع الجمهور الكبير اللي وراهم. يظل الخدمه ذي عطات اكلها، ويظل اكثر لاعب اللي الناس الكل كانوا يتشكاو ويقولوا ماذا بينا كان يكبس شويه وكان يتحسن في لياقته البدنيه هو اسامه دراجي، ولا دراجين وكما عيط له جمهور الترجي. اسامه يظل نجم نقولوا اكثر واحد ظهرت عليه الخدمه تاع خليل الجبابلي. والله شو نقول لك، هذيك هي معناتها الخدمة، فصحيح فما شوية تعب ماك تعرف فان سيزون، والحمد لله معناتها الخدمة اللي خدمناها في عند راهم ما مشاتش هكاكا، عاونتنا برشا معناتها في البريود هذايا. شفت الحمد لله الكل حاضرين فيزيكمون، ظهرنا معناتها حاضرين سي بون، الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا. مازال عندنا ماتش ضد الوداد كاو شراجي، شنو هي اللقطه من بعد تسجيل كل هدف؟ كان نحكيو على اللقطه هذيك. والله شو نقول لك، اللقطه كيكا معناتها شو تحب تقول بها، شو تحب تقص. والله لا، خاطر سي حمدي ديما يعيط لي بيبي، هذاك علاش من قبل يعيط لي بيبي، يحسبني كي ولده صغير.
هذيك هي جيست حبيت نوصلها لك للجمهور. هاشم اكيد تحيه للدراجلي صراحه تميز سناء باداء يعني رائع مع الترجي الرياضي، وحتى في مقابله المنتخب الوطني التونسي في كينيا كان يعني وراء الهدف الحاسم اللي خلى تونس تحتل المرتبه الاولى. ان شاء الله الدراجي بقيه نجوم الترجي يواصلوا على نفس المسيره. باش نرجع معاك، لكن نحب نسال انا رياض بنور احد اعضاء الهيئه المديره وربما من جنود خفاء بتاع الترجي الرياضي التونسي عن البطوله وتتويج الترجي. مرحبا بك رياض. والله خويا عادل، البطولة متاع السنة عندها طعم خاص، خاصة اللي تعبنا عليها لآخر جولة. نشكر زادة برشا وخيان خدموا معنا السنة، راهو أنا باتيو لو ريكور في لي زابونمون دي سوبورتير 12000. تحطيم رقم القياسي بالنسبة لشركات جمهور الترجي. وهذا ما كانش ما غير خدمة، عاونونا برشا وخيان وخدموا لا كوميسيون دو سبونسورينغ، لا كوميسيون دو ديسيبلين، لا كوميسيون دورغانيزاسيون. برشا وخيان ما نجموش نتعداو ما غير ما نشكروهم، خاطر راهو مش هو كان تشكر الناس اللي ساهمت من بعيد ومن قريب في تتويج الترجي. اكيد القائمه طويله وعريضه، لكن ربما اللي يلزم باش ياخذ حقه ويلزم نعطيه حقه في صار الحدث هذه باش على الاقل نعرف مجهود متكامل، مجهود تاع الناس الكل. زاد حتى كي نذكروهم سالور في بليزير. بالضبط. بطولة السنة كما قلت لك عندها طعم خاص، إن شاء الله تكون هي البداية نتاع فترة كما قالوا فترة باهية. والوبجيكتيف تاع الترجي ان شاء الله ان شاء الله الشامبيونز ليغ دافريك اللي هي باش نحطوا مجهوداتنا الكل باش نحاولوا نحققوها، عندنا مده نجيو في جرتها. اكيد يبقى الهدف الكبير اول حاجه البطوله العربيه نهار الخميس الجاي سي فوزي، هو يركز بدا في الكونسنتراسيون على البطوله العربيه ومباراه العوده فوزي بنزرتي. لكن قبل هذا نحبوا نرجعوا هيثم بعد نرجعوا مع اللاعبين للتصريحات واجواء ما بعد الفرحه ومن بعد المباراه ومن بعد التتويج، ثم نرجعوا وناخذوا ابطال تونس الوصول الحديث معه الى هذا الريبورتاج. زيت روا شامبيونا وزيت روا كوب، البنه نتاع الشامبيونا هذه في كونه احسن هديه في موسم التسعينيه للشيخ الانديه التونسي. عربي يظهر لي الصلاه عطات مفعوله اليوم. عاد كل تيتر لكم تاعو يظهر لي. شنو سويلت بها؟ لا والله سخنت الدنيا شويه حبيت نقرا. هاي جات طلع خير معناها مع تيتر جات بالضبط. عم الناس اذا اللي نجم نقولوا بطوله من نوع خاص. صحيح يا هيثم، بطوله من نوع خاص. شو من نوع خاص؟ من نوع خاص خاطر في الماراثون تاع المقابلات والالقاب وتلعب اليوم في مباراه مصيريه بعد فوز كبير برشا في الدار البيضاء. انا نحب حاجه نشكر جمهورنا العزيز اللي اليوم حضوره اعطانا بحقيقه دافع كبير برشا، واكبر هديه للجمهور هذا هي البطوله هذه. خلودها بطوله جات بربعيه. علي اربع واربع تيترويت. انا هم شمال افريقيا ميور جوار، كيف انا ناخذها كيما كسراوي كيما بخليل كيما المساكني تاع الترجي الرياضي شامبيونا عن جدارة باربعة وكوبا راب ان شاء الله باش نهزوه اربعة الرباعية. يقولوا برشا يقولوا خالد خربي جاي عطشان للتيترويات وهذا الحصول السنين ما ساهمش. يقولوا عطشان مش عطشان نهزو والحمد لله يا ربي على الرسعين ونربحوا عن جدارة عن جدارة. شبيك لاباس ساعتي شنو يضرب؟ لاباس كاهو على الكورة كاهو شنو نعمل؟ شامبيوناج ارمي روحك بكلك. ضيعت اليوم. شو ضيعت؟ ضيعت كورتيا. ايه من البعيد عاد من البعيد معناها مش راس راس شو الحمد لله على في خير. شارك خالد العب اليوم؟ كاهو ما قلت لي انت عاد ما لاباس. عيد ميلاد كذا اللي في عيد ميلاد عز كادو يأتي لك جوار الترجي. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا كوبا راب وربي معنا. كملنا احنا الفرحه وحدنا كرنا على الصد كل من بعد شقلبنا في التيران هذيك الشقليبه نتاع الدوخه نتاع الفرحه. اما فقنا تو فقنا مازلنا ماشي لازم نهزوا تيتر تو بعد نعديو شيف شيخين ودايخين. باش تعرف ما فماش مؤامرة ما فماش كومبلو، هذا كل فما بعض ناس مشوشين هكا هو ما يحبوش الترجي. الترجي جمعية كبيرة ما فماش شك في هذا، بدون شك معناها يمكن اختلافات تقع، اختلافات مفتعلة الإنسان ما يلقاش حتى معناها
تفسير، لكن في الصعاب ديما العائلة الترجية تكون موجودة وملتفة نحو الجمعية نتاعها اللي هي تبقى معناها ملك لكل إنسان متعلق بالجمعية هذه وملك لكل إنسان يعشق الأحمر الرسمي. نجم نقولوا خلينا صراحة الخلاف فيك وبين سي عزيز زيل ما عاد فما حد شيء. ما عنديش خلاف، ما عندناش خلاف لا مع عزيز ولا مع حمدي المدري، كما قلت لك معناها تأويلات وكلامات وتلقى رواج في بعض الصحافة، فهمتني؟ كما قلت لك الترجي بقول لكم طافية لبن توا. لا ما ثم حتى مشكلة، كل واحد عنده أفكار وكل واحد عنده يعني طريقة عمل، لما اللي لمنا هي يعني حبنا 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 في الترجي. فرحة هذه تعبت عليها برشا، أنا كونت برشا ولاد صغار باش نعلموهم كيف يفوزوا البطولات، مش باش الربح البطولة كيف يفوزوها نعلموهم، وان شاء الله ما زلت نكون برشا وليدات صغار كيما خليل الشمام دور لهم والتراجي ويزوا بطولات، نعلمهم شنو الربح بركه ثلاثه واربعه البطوله فايده. حكوا عن جدارة تعبنا عليه، نشكل الهيئة المديرة لامين جمهور من اول جوله لاخر جوله، الحق يا ربي شي يعمل كيف، الحمد لله يا ربي وكاو. سي فوزي يا دوري النجم نقولوا من عسى تويج الترجي، من تكلم تتويج جاء عنده طعم خاص، خاصه كانوا جاء على اخر جوله والترجي انتصر بربعيه كامله، معناتها ياكد جدارته فتره طويله ما فماش وقت، معناتها كون اخر جوله الحمد لله تكون مصيريه بالنسبه للفرق، يمكن هذا معناتها تتويج يعني الناس كل خدمت مالي. هذول نجم نقولوا من اكثر العباد اللي تنجم تحكي على البطوله سنين، مبروك هاي جمال قدر عشتها بكامل مراحلها سنين. صحيح عشنا فترات طيبه وعشنا فترات صعيبه شويه، ميم سي ماهيش ماهمش برشا الفترات الصعيبه فار لو مواد فيفري. ترجي عريقة بطولة كاب السويقة كامبيوني كامبيوني اولي 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 كامبيوني كامبيوني اولي اولي اولي. أجواء كبيرة طبعا وتفاعل كبير لجماهير الترجي الرياضي التونسي بعد إحراز الفريق في موسم التسعينية على البطولة رقم 22. ونحب قبل ما نرجع للاعبين بعض أبطال تونس اللي حضروا معنا اليوم واللي صنعوا هذا اللقب اللي صنعوا وكانوا وراء هذا اللقب، حب نرجع أنا مع سي سليم على اللقطة متاع رؤساء الفريق اللي مع بعضهم وربما قوة من نقاط قوة الترجي الرياضي التونسي رغم الاختلافات الجوهرية في بعض الأحيان في الرؤية وفي النظر لبعض ربما طرق التسيير وتسيير دولي بالترجي. والله للمرة الألف ما تماش اختلاف، لأن عمرنا ما حكينا في مواضيع فماش مشاكل شخصية بينك وبين بعض الرؤساء. أنا في اعتقادي معناها وقناعتي ثم طفيليين ما نجموا يعيشوا كان تبدأ أجواء الترجي متوترة، هذا قناعتي الشخصية هذه، فيحاولوا كل مرة يفتعلوا حاجة مع عزيز زهير اللي في الأصل معناها ما عنديش معاه مشكل، وحمدي المدب معناها جيت أنا وقت اللي مباراة الديربي وقفنا وكذا وقفنا مع في أثناء الأسبوع بعد المباراة فيما بعد انقطع معناها الاتصال، شنو اللي صار أنا ما نعرفش
يعني صدقني وكان جيت نعرف اليوم نقول لك، لكن قناعتي وأنه وصلت للنتيجة وأنه ثم أصحاب سوء، ثم أصحاب شر ما يعيشوا وما يلقاوا مكان صغير حتى استرابونتان في الترجي إلا كي تبدأ ثم أجواء مشحونة أو معناها متوترة متوترة ومفتعلة في الأصل، ما ثم حتى شيء نجم يفرقني مع ناس اللي حبوا الجمعية وخدمنا مع بعضنا ونعرفوا بعضنا وكلينا الماء والملح مع بعضنا، شنو اللي ثم أنا ما صدقني معناها نعرف برشا حاجات في الدنيا هذه، لكن التوى ما نعرفش علاش الأشياء هذه. هو على كل حال وجودك بالقرب من الترجي هذه التونسي سليم في العديد من المناسبات وخاصة حيث في الأزمات وفي بعض العثرات أكد لي الترجي أسرة واحدة وعائلة واحدة رغم اختلاف وربما تبين وجهة نظر. حب نرجع هيثم بلا سمحني سي عادل، متعرف الأسابيع هذه معناها برشا كلام كثر على الترجي، وقت اللي كنا نهزوا في الألقاب المتتالية سمعنا وأنه التحكيم كان يعاون في الترجي، التجينا للحكام الأجانب ربحنا نقول لك 36 مقابلة نحسب فيهم 38 مقابلة بالحكام الأجانب مع المنافسين المباشرين تاعنا. سكتت الأمور شوية هدات شوية بعد وقعد تشكيك مرة أخرى، وسمعت الأسبوع ذاين ما كنتش في تونس أنا جيت وقت المباراة بالضبط وأنه الألقاب متاعنا خذيناها عن طريق صحار في المغرب في الاستوديو متاعك لهنا قال الكلام هذا سي عادل، فهمتني نستغرب في ونستغرب معناها لأن شنو وصلنا ما عادش نفرحوا للناس كي تفوز ولا نمشيوا للحكم وبعد نمشيوا للصحار وبعد يمشيوا. وبالمناسبه نقول انا وقت الترجي كان في المغرب اعطيت العنوان نتاع الصحار هذا سي حمدي مشى خذا من عنده الامور الكل وزينا بها البطوله زاد حتى هذه حطوها على الصحار زاد. هو على كل حال وقت اللي كان معنا الاعلامي برهان بسيس ربما تكلم في الاطار هذا وقلنا له اكدنا له اللي ألقاب الترجي كانت على الجدارة والأشياء هذه ما يزموش نمنوا بها ما يزموش نحكيه بالطريقة هذه، قال ربما من في سبيل المداعبة لكن المداعبة تقع في إطارها، وأعتقد سي سليم جاوب ورد ومثل الترجي الرياضي في خصوص هذا الموضوع. نغلق القوس وجاوب تفرحة نكمل الفرحة ونستقبل معا أبطال تونس وبقية النجوم هيثم بقية الأبطال عادل واللي هم جابوا لنا سيف كلهم لابسين نص يد ديجا يمشي ليوسف يوسف يظل نجم نقولوا سنين ما ريناش يوسف معناتها يلعب كأساسي في بقيه المباريات الكل، لكن وين نلقاو يوسف يسجل اهداف ويظل يوسف شاطرني الراي من اصعب الاهداف ولا من اجمل الاهداف اللي سجلتها هو هدف ترجي تونسي في مباراه البطوله في القاسرين. والله صحيح من الاول ما بديتش نلعب تيتولير من اول العام ما كي جا سي فوزي بن زارتي وبديت معناها ندخل في المباريات وبديت نوري في وجهي معناها من الاول في المباراة الحمد لله بديت نقدم في مردود ما نقولش باهي مازال ان شاء الله تشوفوا وجه طيب اكثر من يوسف المساكني وان شاء الله تراجي ديما بالاكثر من القاب منك. ما جاوبتنيش على السؤال ايش قولك في هدف القاسرين؟ والله هدف عادي معناها واحد دخل ماركا جبنا 3 بوان من القاسرين كانت بارتي صعبه ياسر روحنا لتونس فرحانين وانا جبنا بها الشامبيونه مش ببارتي هذيك بركه ما برشا المساكني لانه يدخل لاعب انا مازال صغير نقول انا يدخل في موسم صعيب في الترجي ويكون عنده دور هام ايضا في الظفر بهذه البطوله، كيفاش عاش اجواء نتاع فريق كبير يعيش ضغوطات يوميه ضغوطات في الملعب ضغوطات في التمارين ضغوطات في السفرة البرة، كيفاش تعامل مع هذه الأجواء وشنو الشيء ربما اللي خلاه ومهدر الطريق هو ومجموعة من الزملاء اللي كيفوا باش ينجحوا وربما يقولوا بلغة كورة يترشقوا بهذه الطريقة في الترشي؟ مش سمعت عدلي والله يا ساعة ماهيش صعيبة خاطر تعدينا بها في الكوب دو موند هذه الحكاية هذه فهمت تعدينا في الكوب دو موند في كوريا وكانت تجربة زعما الكوب دو موند تاع كوريا والكيب ناسيونال كان معانا اقوى واصعب من الاجواء اللي تعيشها في الترجي والضغوطات اليوميه والاسبوعيه في المقابلات. اي قويه ما مش صعيبه كيما الشامبيونا في تونس، ما الواحد مش وحده معناه عاونوه الاولاد الكل ما فماش حتى حد
يخاف من الاخر معناها في الجروب فما كلها كيف كيف وكلها تقدر في بعضها هذاك باش الواحد وصل وحق مع ترجي اللقب هذا وان شاء الله ما يكونش الاخر عادلي ذلي هي لحمه كبيره برشا يعيشوا فيها لاعبين ترجي وكيما اللاعبين الاساسيين وحتى اللاعبين اللي ماهمش قاعدين يلعبوا ونشوفوا فما حتى برشا لاعبين اللي تعرضوا اصابات وقعدوا بفتره بعيده 6 اشهر وحتى 9 اشهر كيما خالد العياري خالد وقت لقى ترجي واستحق له ترجي لقاه خالد ولعبوا كان في مباراه النجم الرياضي الساحلي وقدم الاضافه بالنسبه للترجي خالد يا ذلي لحمه كبيره ما بين لاعبين ترجي كله والله صحيح معناها من 25 جوار كل معناها مع بعضنا في عائله واحده وهي الترجي ومعناها الاسبري دو جروب تحسها معناها من اول سيزون لاخرها معناها الاولاد كلنا نحبوا بعضنا هذاك اللي خلينا معناها نهزوا البطوله وان شاء الله نهزوا معناها مازالت الكوبا راب ان شاء الله نكمل نهزها إذا اللي عادل كيما فما الوليدات صغار بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أيضا فما شكون يأثر واللي نجم نقولوا تعاقبت عليه أجيال وأجيال وأجيال إذا اللي فخري إذا اللي كان مانيش غلط وإحصائياتي كان صحيحة فخري إذا اللي حرضر على 18 بطولة مع الترجي الرياضي التونسي خلف معناتها الكؤوس الإفريقية والكؤوس التونسية قداش البطولة بالضبط فخري حضرت عليهم؟ قداش؟ 19 فخري إذا اللي نجم نقولوا التتويج هذايا عنده طعم خاص بالنسبة لك أنت هذايا طعم خاص وبغصرة معناتها بحكم اللي هزينا البطولة وإحنا نسميه خارج البطولة بتاع تونس بحكم الحكام الأجانب اللي زفروا لنا فهم يقولش علينا معناتها لعبنا بطولة خارج تونس معناتها تداولوا علينا برشا حكام أجانب فهمت هذاك علاش جات البطولة صعيبة برشا عاد الفخري من قبيله محضر ورقه يحكي بكونه من الترجي معناتها عرقت ترجي كبيره وكل شيء عنده ورقه عنده قصيده من عام 76 ماذا بينا يوريها لنا ماذا بينا يقراها لنا هذه ديما فخري سباخت بها حتى في المغرب كانت معاه ماذا بينا نشوفوها يا فخري هذه غنيه كانوا يغنوا بها في الجرادان قبل ما يخرق الفيراج ايوه والشاز و فهمني كانوا جماعه 76 و70 يغنوا فيها مع حتى في المغرب هذا يا اخي يغني وتلمت الاحباب وجات من كل قبيله الاحباب وجات من كل قبيله ليت الاجواء سطر على التعليله تلمت الاحباب وجات من كل قبيله سطر على التعليله خمسة وخميس يا مبرك هذه الليلة يا جمهور تفرج في الكورة لعبوا تكنيك مش زهر ولا فرتونة شرعوا الأبواب وجابوا الكاس مع البطولة تلمت الأحباب وكل جبينة تلمت الأشباب صدر للتعليلة خمسة وخميس مبرك هذه الليلة هي وانا ما نحب الا هي حمرا وصفرا هي تعز عليا شرعوا الابواب وجابوا البطولة هذه تلمت الاحباب وجات من كل جبينة شكرا لك فخري شكرا لك تسيق على فخري 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 الله لا يبعدني عليها فخري شكرا لك شكرا لك شكرا لك اكيد مع ربما اهتمامات فخري ناجح في الترجي الرياضي ولات عنده مهمه اخرى هو التلحين فهنيئا للساحه الفنيه التونسيه فخري ناجح حاب نمشي بدنا نحكي على الجمهور جمهور الترجي الرياضي الاجواء الكبيره اللي كانت في تونس العاصمه في باب السويقه وفي المناطق اللي فيها احباء الترجي الرياضي التونسي بعد فرحه التتويج بالبطوله نشاهد هذا الريبورتاج ثم نعود Mikey Nnamdi Marwa is a great player. He's the highest goal scorer by scoring 18 goals in Tunisia. So Alhamdulillah, the best one. He's the best player in Tunisia. 18 goals. So it's not easy. So Alhamdulillah, ya Rabbi. Taraji is the best. Esperance is the best. They are all the best. Taraji Abdullah. Two goals for Michael.
يسقود قال يا بلا قول ام هابي اليوم قربان على جناحه الروا بالسكاتات قبل الماتش صعيب ياسر كنت تصور اربعه كوميم كنت اللي توقع كنت تتوقع تني بشيء كنت تتوقع الترجي بتنزل البطوله ما بتني بشيء الاربعه ما كنتش توقعها ومبروك علينا مبروك علينا اخويا هزينا شامبيونان وظهرنا ليسبيرونس قويه باركور عمكم هاك ترى حتى العثره نتاع خساره الدربي ظهرنا اليوم اللي ليسبيرونس هي تسحق شامبيونان ومبروك علينا ومبروك جمهور الترجي الكل والهيئه الكل ناس حطتنا نحن على امكانياتنا لا نحن عندنا كيف قوية وضمائرها من 18 سنة و 17 سنة وتكهلوا بهم في الجزائر الترجي أقوى من نادي إفريقي وأقوى من نجم الساحل والترجي شدرتها أعرفوا ليش الترجي دولة أبد صحيح أبد سادو ثنية كان باب جديد طلع على باب بنات أبد باب سويقة توا خويا ذكروا ثلاث سنين أخرين حد شيء ما يجيب الساحل خدمة على أرواحهم الأولاد وفما حد شيء يجي هكاك الخدمة تجيب وعم الجاي إن شاء الله نفس الحكاية إن شاء الله بطولة بالروح والدم والعالم والله تحية الترجي تحية الترجي اللهم صل على النبي احسن شامبيون لا جمهور يا فينومين والله فينومين والله اليوم اخويا شامبيون ومازلنا نهار الخميس ما نفرحوش ياسر بابا خل قربي كحلفه بوالله وقال شي ياسر رباعي هز البطوله وهز كاس الشمال افريقيا وهز مير جوير في طرح كاس افريقيا معناتها ما كذبش هو فرحونا جوالات مسلسين ترجي ديما فرحتنا وان شاء الله ديما تفرحنا ونعيشوا التتويجات كما عيشوا السراء ونعيشوا ضراء مع ترجي ان شاء الله ديما التتويجات جاي وان شاء الله ديما نلقاها في ترجي الله يرحم والديهم على الشامبيونال الحمد لله رغم ادائي ولا ادائي هزينا الشامبيونال وبالرباعية ربحنا 4-1 حد ما عاوننا حد ما عمل علينا مزيه اكبر هديه من جمهور الاسبيرونس كله قدر ربي بيحب يظهر الظلم تظلمنا بالكدا فان كونت البطوله عند اللي يستحقها وكهو يحيى الاسبيرونس ترجي دوله اعز واغلى شعار يحب شعار الترجي دم وذهب لكل الرياضه تجال غلب وكل فريق اخي في النسب للترجي انتمي الترجي قسمي في دمي حب الترجي في دمي شيخ شتعمل في باب سويقه خويا مكشخ يا خويا وان شاء الله العقبه البطوله العربيه ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك ان شاء لو فيهم مرتاحتي في بلاد هذا كبار لا في بسوخه نفس الشيء في بسوخه Hey! Yeah, shagla kida ni lhara.
طبعا حلاقه اول مره ما رجعتوش. تحية لجمهور الترجي طبعا اللي احتفل بهذا الحدث، تحتفل بهذه البطولة. نحب نسأل حمدي، حكيتوا على الأجواء باللاعبين والأجواء يعني داخل الفريق، لكن زاد الجمهور أكيد كان سرد كبير بالنسبة للاعبين، خاصة اللاعبين الشبان هذا الموسم. والله نحب نقول حاجة في الموسم هذا، اللي العلامة المضيئة في الموسم هذا هو جمهور الترجي، معناها يقولوا اللاعب رقم 12 نقول اللاعب رقم 1. برشا مقابلات قعدت في ذاكرتي، منها مقابلة الإسماعيلية اللي كانت بعد 3 أيام من مقابلة الكلوب، خسرنا 3 بلاش، ديسيبسيون كبيرة في جمهور الترجي. دخلت حجر يصب وقتها، معناها مع الدخلة نتاعنا للتيران فما حجر يصب، 40,000 تحت المطر و90 دقيقة مسكتوش، دونك حاجة اللي ما نجم نقول كان فيغ ديت ريسبيرونتيست وقتها بالحق. دونك سناء اخ عادل بالحق يقول لك فما اهداف سجلها جمهور الترجي وفما اهداف شدها جمهور الترجي، معناها لعب باتاكون ولعب جول. دونك من موقعي هذا باسمي وباسم اللاعبين الكل نوجه له تحيه كبيره، تحيه اكبار وتقدير، لخاطر كي نشوف انا في ديبلاسمون نتاع ستيف اللي الملعب نتاعو ملقب بملعب النار، ملعب النار والانتصار، وملعب النار والانتصار يا اخي جمهور الترجي شعل النار واللاعبين صنعوا الانتصار. دونك شكرا. احنا حمدي باش نرجعوا بعد باش نعملوا تحيه وكليب خاص لجمهور الترجي، لكن نحب نرجع لسي فوزي بن زارتي. اكيد اللي ديما قلت فوزي بن زارتي كثر عليه الحديث السنه، فوزي بن زارتي رجع ورجع الترجي خاصة مستوى الدفاع إلى وضع متاع فريق يحب يلعب على البطولة. شو اللي ما كانش ماشي سي فوزي وقت اللي جيت، وكيفاش لقيت الترجي وربما شنو عيوب الترجي وقت اللي حتى الرحال متاعك في الحديقة باه؟ الترجي يقعد ديما الترجي راه ما ضعفش، معناتها وجودي ولا مش وجودي ما كانش ضعيف. ربما السلبيات ونقاط ضعف القيادة صح، بس صحيح ما كانش ضعيف وما كانش حتى نفسيته ما كانش مضعضع ياسر، والملاعبين ما كانوا معناتها في حالتهم النفسانية ما كانش معناتها كانت لاباس بصفة عامة. الشيء معناتها لفت نظري ولفت نظر الناس الكل الوضعية نتاع الدفاع. الوضعية نتاع الدفاع معناتها الترجي قبل تقريبا 21 هدف في 20 مقابلة، معناتها الوضعية غير طبيعية باش الفريق معناتها كي الترجي يقبل الأهداف هذه من كل جهة في فترة وجيزة جدا. البعض ممكن يتكلم على الأربع مدافعين، يعني الأربع مدافعين ونقولوا الحارس مش هو المسؤولين وحدهم، لأن الدفاع يعني مجموعة كاملة ومتكاملة، يعني يبدأ من قلب الهجوم ووسط الميدان، معناتها والناس كل لازمها تخدم وكل واحد لازم عنده دوره بالتدقيق، معناتها وهذا معناتها اللي حرصنا عليه. وخاجة والشيء معناتها الكبير اللي خدمناه في التولاء، أنا ديما نقول لا باش يتقدم في تفكيره وفي تذهنه، مش باش يتقدم في سقيمه، مش يتقدم في التكنيك نتاعه، ما صحيح. تكلمت على اللياقة صحيح، لكن مشينا لعندراهم مرتين ومرة ثانية كيف راهو برشا بيت كانت تنتظر فوزي شنو النتيجة نتاع الجرب السلبية. لقاتنا لونترونمون نتاعنا جبل، ما نعرفش فهمتني، معناتها نحس فهمتني بعد ما عملنا هذا خاطر وقتها مازال يمكن حتىش مقابلة، حتىش مقابلة مصيرية، وكل بعد نهارين ثلاثة فما مقابلة، إذا وقتها ما نحضرش الفريق معناتها في اللياقة معناتها تكون أكثر من ممتازة راح مش نلقاو حتى شيء. فهمتني؟ وقت اللي يطلعوا في الجبل في الدولاء الناس في الدولاء حتى عندكم انتم في عنبال ينتظروا وقتاش الفريق ينهار، ينتظروا وقتاش معناتها ملاعبي ولا اثنين معناتها يتقطع، فانتم باش يقولوا فازوا بالزرتي قطع
فهمت باش نقول انا معناتها كان جيت نحسب في الحسابات هذوما ما نعملهمش كيما برشا مدربين ما يعملوش الامور. الحمد لله معناتها الامور ساعت على حسن مراب نلعبوا مع ستيف معناتها فما شكون جاء على الجزيريه معناتها جاوا الحمد لله القسراوي قالوا له يا اخي عاملين حاجه انتم شاربين حاجه دوبي ما كومش دوبي فهمتني الجزيريه معناتها بعد ما جاوا لعبوا معنا هنا فهمتني قعدنا معهم الحمد لله كيف كيف المغاربه الحمد لله اللياقه نتاعنا ممتازه كل شيء ممتاز وخاصه العقليه لانه يكذب عليك راه ما يمشي العضلات هذوما الميسك ما تحرك كم بالمخ المخ معناتها اذا مشى ومعناتها اللاعب شارع باش يعطي ويحب يعطي راهو معناتها بشويه في كل ماتش يعطي ازيد شويه تولي عاده ما عادش عنده حتى مشكل لان توا بعد عند راه ما عادش عندنا تمارين اللياقه عندنا شيء معناتها التمارين معناتها خفيفه وخاصه معناتها ركزنا معناتها عودنا دفاع واساليب الهجوم هذوما اثنين اللي ركزنا عليهم تقريبا اسبوعين نخدم عليهم والحمد لله معناتها قدرنا بدينا نفوزوا 1-0 فهمتني اهم شيء بالنسبه لي التمركز نتاع اللاعبيه التمركز نتاعهم صحيح ما نشوفوش فما غلطات ما فماش اخطاء فهمت بصفه عامه فوزوا 1-0 قول الترجي فوزوا 1-0 معناتها في اخر الموسم ولا نسجلوا هدفين ولا نسجلوا ثلاثه واخر ماتش سجلناها 4 وكنا لازم نسجلوا اكثر فهمتني. ثم نحب نحكي لما ماهر على عقليه جديده اللي ترسخت في الترجي خلينا نقول صراحه من اللي جاسي فوزي. معناها الفريق هو اللي يقدم برشا ولا يلعب لاتاك تلعب في ستيف في الظروف هذيك في الاجواء هذيك عاده الفريق اللي يلعب اون ديبلاسمون في مسابقه عربيه في دور نصف النهائي ولا في المغرب في الوداد في الظروف اللي شفناها يلعب بالدفاع وربما يحاول يلعب ربما على المرتدات. الترجي حتى في تنقلاته حتى في المقابلات الاقليميه والدوليه الهامه يلعب لاتاك ويحرج الفريق المنافس ويعمل الضغط ويعمل بريسينغ. والله هذه تعرف لا ميثود ترافاي اللي تحطت اون بلاس وسيرتينمون معناتها كيف الملاعب يبدا حاضر ذهنيا وبدنيا كوم الفو دونك اوتوماتيكمون باش يطبق تعليمات اللي اخذها من عند المدرب. ويظهر لي الاولاد كما قالوا الاخوان الكل اسهل كي تخدم مع ان جروب دو جوار اللي صغار في العمر دونك يتقبلوا اكثر يعني باغ اكزومبل الملاعبيه هذوما كانهم كيفاش باتامودلي كاين هكا معناتها تحطهم في ظروف تعطيهم توصيات يقوموا بالخدمه نتاعهم ناقصين خبرنا صغار في العمر دونك يحبوا يتحسنوا ديما ويحبوا ديما كل يوم يحبوا يتعلموا وقد ما تزيد تعلمهم تلقى تيران فافورابل وتلقاهم متقبلين على عكس كي يبداوا باغ اكزومبل ملاعبيه كبار في 29 ولا في 30 بديت ولا حاجه في 30 تبغى تجي برا بالفعل هو نحب انا نرجع شويه مع سي سليم مع هذه الاجواء مع اجواء الفرحه هذا لابد ان نضع بعض نقاط الحروف كثر الحديث عن نهايه البطوله والتحكيم الاجنبي والتحكيم المغاربي و12 13 والكناس والاشياء هذه هل احنا يعني في حاجه لمثل هذه الاجواء؟ هل انه ربما من المستفيد من مثل هذا التوتر؟ الهياكل الرياضيه اليوم قاعده تلعب في دورها ولا لا؟ شنو هو الحل ربما باش نتجاوز ربما كل الهينات وكل السلبيات وكل المشاكل اللي تولدت عليها هذه اللخطه وهذه القرارات وقرارات متناقضه؟ والله شوف كره القدم ماهوش في حاجه للاجواء هذه خاطر احنا وضعنا سيء جدا. فتصور معناها حكايه اللدوز والتراز ولا قدر الله معناها تطورت الامور في الطريق اللي ما نحبوش احنا كرياضيين كارثه. يعني البطوله هذه مكسب لتونس كل والترجي والنادي الافريقي والنجم ملك كرة القدم التونسية يتجاوزوا الجماهير نتاعها. فبالتالي احنا ماناش في حاجة للمشكلة هذه. أنا نتكلم على على على, على الترجي اليوم. أنا بودي الترجي ما عادش يدخل في الأشياء هذه خاطر احنا لا يأثر فينا لا 12 لا 13. وأنا نأكد لك لو كان لعبنا نهار 12 ما يتغير حتى شيء في النتيجة. ربما الجماهير نتاعنا تكون مشحونة أكثر واللاعبين يكونوا حاسين معناها بالمسؤولية نتاعهم ربما كانوا يعملوا نتيجة أفضل. ف ماذا بين الترجي ما يكون استرف في الاقاويل هذه وفي الاحتجاجات هذه. علاقه الترجي مع النجم سوى معناها ولا النادي الافريقي فهمتني ماهيش في حاجه باش نزيد نضيفوا عليها مشاكل معناها اللي عشناها الاسابيع هذه الاخيره الكناس وحكم ونقضوا الحكم هذايا ونوخروا ما نوخروش معناها الحق انا ناكد لك انا في بعض الحالات ما نعرفش الخوف
والله العظيم خفت على الترجي، على النادي الافريقي، على اللي هما كما قلت لك يفرقنا بيناتنا مع الجمعيات هذه، يفرقونا 90 دقيقة فقط، ما عندنا حتى مشكل معاهم. ماذا بينا الإعلام يلعب دور باش ينقص من الضغط هذايا، ماذا بينا كذلك الجامعة حتى المسيرين لازم يلعبوا دور باش ينقصوا من الضغط، لأن يعني المسيرين هما اللي غراء الاحترازات والقرارات وال صحيح هذه. شوية أنا نقول شوية من الحنة شوية مرتبط إيدين المسؤولين ساعة ساعة، مسؤول حس روحه مظلوم في وقت المباراة، ترمي له ميكرو كاميرا، ايش حب يقول لك المسؤول هذاك؟ انسى روحه اللي هو مسؤول، حس بالظلم انفجر. انا ماذا بيا المسؤول هذاك نكلمه بعد نص ساعه، يبرد سي فوزي ولا يبرد سي ماهر ولا كذا، انا نكلمه ونقول له شنو هو اللي صار، ينجم يكلمك، لكن جيه انت هو معناها حس بالظلم، وشكون يحب الظلم؟ حتى انسان ما يحب الظلم. فبالتالي ماذا بينا الجامعه تلعب دورها، ماذا بينا المسؤولين كيف كيف يتحملوا المسؤوليه نتاعهم، يخليه الملاعبيه بعاد، يخليه الجماهير الرياضيه، خاطر كما قلت كره القدم اليوم افه اجتماعيه كبيره برشا، ولا قدر الله معناها كان نجم يحصل ما لا احمد عقباه. اليوم تعدات الامور كما يلزم، الترجي يظهر لي حتى انسان معمل هديه للترجي، فهمتني نقولها معناها قدام الناس كله، الناس كل شافت البطوله هذه، الى ثم معناها فريق نجم يحتاج شويه على التحكيم هو الترجي. احنا حتى حد ما عمل لنا هديه، قمنا بواجبنا. أنا لو كان ترجع بالإحصائيات الفريق هذايا قداش من مرة في على الطوال 26 جولة احتل المرتبة الأولى، تلقى وأنه الترجي هو أفضل فريق الموسم هذايا. نعاود نرجع نقول البطولة هذايا عادة تكون تتويج نتاع مسيرة نتاع فريق، أنا نقول البطولة هذايا انطلاق نتاع فترة حافلة بالألقاب، تتضافر معناها جهود المسيرين والإطار الفني مع اللاعبين هذوما مع الجمهور هذا اللي نشكره مرة أخرى معناها، وكان بالفعل كما قال حمدي وأنا قبل أسبوعين معناها تكلمت على جمهور الترجي، ماهوش الجمهور لاعب رقم 12 بل الموسم هذا كان لاعب رقم واحد وقام بواجبه، وهوني تحسوا أنه ثم حاجة قاعدة تغير في جمهور الترجي. ان شاء الله معناها مكسب جديد قبل نشوفوا احنا الجماهير الانجليزيه الفريق نتاعها يلعب ينهزم الجمهور كله صفق لحد اللي بعد ثماش مقعد شاغر مع فريق معناها خسر 5 و6 بلاش ولا خسر حتى البطوله. مباراه الديربي كان منعرج ربما هام في تاريخ تصرفات جمهور الترجي، عاده بعد الديربي وقالوا ان البطوله انتهت والترجي خرج من البطوله ودخل الشك في مباراة الإسماعيلي في أجواء مشحونة في ظروف مناخية صعبة جدا، الجمهور كان موجود وتفعل الفريق والجمهور تحصل على البطولة البارح. أنا من بأنك تحكي على الجمهور باش نرجع بعد باش ناخذ رأي سي بدين التلمساني أكيد ممثل الهيئة المديرة ونائب رئيس الترجي الرياضي التونسي، نحب نمشي مباشرة تحية إلى جماهير الترجي وكيف ساهمت جماهير الترجي في دفع عجلة الفريق خاصة داخل الجمهور. فرصة ترجي، فرصة روما، فرصة جراند وشتي ماشيكا كوربا كالداري بيكسفلي فرصة لروما. بليك الاسبيرانس من الستينات من السبعينات عمره ما الدربيه لعب قبلنا المنزل هذه خذها قاعده. صعب تقول ترجي يا دولة قوي برشا اول مره نشوف جمهور كما هذا. كي نبداو خاسرين يجيو، كي نبداو رابحين يجيو، بارك الله فيهم، وذاك هو جمهور الترجي وان شاء الله ديما مفرحينهم ان شاء الله. والله اللي تي اكزومبلير ووقت اللي حاشنا به لقيناه فريمون، معناتها نوبليغا جامي بعد خساره كلوب افريكان الكومبورتمون تاعهم في ماتش الاسماعيليه، ودايوغ هذاك الماتش هذاك اللي رجع الاسبيرانس في السكه صحيحه
ولا دوني بوكو دو بلوس سور لو بلان مورال للملعبيه وعاونهم برشا سنه وعاونا الكل برشا. جيناكم ساري شوفونا بالست ياخذونا شبال عين وانا ربي العالمين عراني معاون الاتفاق 90 اقوى جمهور في تونس الحمد لله. تبداش تلعب في 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 المريخ نمشوا معاها والله نقول لك احنا جمعيتنا راهو نحبوها وديما معاها فهمني مهما كانت النتيجه فهمني والترجي دوله في السيزون في الجمهور ياسنا والفهم يفهم في جمهور الاسبيرونس خاصة السنة بالليزابوني اللي شفناه نقول 55 أعبي الطرش إن شاء الله زينا عبيك طوار في منوينا شو هذا اليوم تلمينا بباسمي خام قصبة المدينة بباسمي خام قصبة المدينة من الآخر أعز وأغلى شعار يحب شعار الترجي دم وذهب لكل الرياضة ذال الغلب وكل فريق أخي في النسب للترجي أنتمي الترجي قسمي في دمي في دمي في دمي حب الترجي في دمي. طبعا قلت تكامل عمل كل الاطراف المتداخله في العائله الترجيه سيبادين اكيد كان جمهور الترجي ربما المدعم رقم واحد للفريق والمساند رقم واحد للمديره خاصه كما قلت في الظروف الصعيبه وفي مراحل الشك اللي مر بها الفريق في فتره الفراغ نتاعو. صحيح والله ثم صور اكيد اني باش تقعد لي في الذاكره وتجند الجماهير نتاعنا ثم حاجه قعدت لي لما مشينا باش نلعبوا مقابله في بجايه باهي كملنا المقابله بتاعنا مشينا للمطار ناخذ الطائره طائره خاصه بطبيعه الحال لان يعني ما ثمش مواصلات سهله من بجايه لتونس كي جماهير مش عارفه كيفاش باش تروح معنا جاو باش يساندوا الفريق لكن يجاو باش يساندوا الفريق وثم معناها يا عمر الله معناها كيفاش نروحوا كذا كل شيء والله شيء معناها شيء باهي الحمد لله معناها حاولنا معناها نهزوا اكثر عدد ممكن في الطائره معناها بطبيعه الحال بعد الاستشاره مع رئيس النادي فهمتني وجبناهم شفت برشا حاجات شفت نتنقلوا ساعات في باجه معناها ماك تعرف احنا المسؤولين نقعدوا تقريبا ساعه ونصف ساعتين بعد انتهاء المقابله حتى يكملوا اللاعبين باللبسان حوايجهم الى اخره ثم ناخذ سياراتنا باش نمشيو لتونس نشوفوا ساعات جماهير على 10 كيلومتر من ملعب باجه نحو في طريقهم نحو تونس على ساقيهم ولا ساعات على دراجه معنا عاديه والله تضحيه كبيره من اجل الترجي وانا في اعتقادي معناه ساهم بقسط وافر في تتويج الترجي على خاطر تعرف معناه اللاعبين وكان مش الشحنه اللي يعطيهم اهلهم معناها الجماهير معناها ولا نلعبوا بمعدل 35000 و40000 متفرج في كل مقابله معناها
أنا في اعتقادي كنت متفائل قبل مقابلة النجم، قلت مستحيل بالحضور الجماهيري هذا الكبير باش الترجي ما تفوزش فك المقابلة هذيك، حتى بالعياط وبالسياح وكذا كل شيء نجم. الحمد لله مرة أخرى باسمي الخاص وباسم رئيس النادي نشكرهم على الشيء اللي قدموه، وإن شاء الله معناه نحب نهنيهم زادة اللي عندهم فريق كبير معناه ينجم يكون معنا في المستوى ان شاء الله في المستقبل. شرجو نحكيوا معاك بعد على المستقبل وربما الخطوط العريضه لنائب مدير الترجي الرياضي في المواسم القليله القادمه، لكن حب ناخذ راي الحلاق لانه يمثل جمهور الترجي هنا. الاجواء الكبيره نتاع جمهور الترجي في الدخلات والتنقلات هذه، كيفاش يصير التنظيم، كيفاش يصير يعني التنقل، يعني كيفاش رجعتوا بك الشكل هذاك جمهور الترجي بعد خساره الدربي 3-0؟ المفروض جمعيه اخرى يقول لك كل شيء وفاء، لكن كما قالوا الخيان كل 4000 متبرج في ماتش اسماعيلية. هذيك قوة جمهور الترجي يعني بعد الهزيمة في مباراة الأجوار، يعني مشينا تعرفوا الظروف تاع مباراة الإسماعيلية، مشينا 40000 يعني وشفتوا الظرف تاع الطقس وتلفينا حول الجمعية يعني في الظرف الصعيب، وقتها عرفنا شنو قيمة جمهور الترجي يعني فهمتني، واللحمة اللي بين الجماهير ونقولوا احنا ما ترى خالد انت الجمهور لازم يظهر وقت الشدة وقت ربما الأزمة وقت الخسارة. بالطبيعة يقول لك هو صاحبك تعرف وقت الشدة، احنا سنة يعني جمعية وقت الشدة لقات جمهورها العزيز يعني فهمت، ومشكورين الكل اللي حاضرين واللي ما تنجمش يرفعهم من الاستوديو، نوجه لهم تحية كبيرة لأولاد بربي اللي ما نجموش يدخلوا هنا اليوم وناديو اللقب هذايا لأمة الترجي يعني جمهور كبير الترجي فهمتني، وناديو الهيئة المديرة على رأسها السيد حمدي المدب، ناديو كذلك عنا أخونا عدوية توفى معانا روح من المغرب ناديو له بالمناسبة اللقب هذايا، والأخ كمال الطالب الله يرحمه اللي من الكريب ونوجه تحية لترجي الكريب زاد اللي مشاو في الدفينة نتاعه وكل شيء فهمتني، وكيما قلت لك أخ عادل وقت الشدة ترجي لقات جمهورها يعني تشوف المغرب تشوف 3000 محب تحولوا المغرب يعني مش سهل باش تشوف فهمتني، وبالمناسبه بربي نشوفوا احنا كالدخلات والواحد تعرف فيها مصاريف كبيره. نحب في اخر الموسم نحب نشكر الناس اللي قاعدين يعاونوا فينا، منهم سي حمد المدب، سي حمد بوشماوي، سي وليد العارم، حتى يوسف شيبوب راه خذ المشعل على ابوه قاعد يعاون فينا راه في الدخلات قاعد يدفع في بايو وبرشا بربي وبرشا بربي اللي انا نسيت ما ذكرتهمش يسامحوني، برشا قاعدين يدفعوا في بايهم نشكرهم بالمناسبه وبارك الله فيهم. وهذيك لحمه الترجي هي في رجالها كما المشهد اللي شفناه البارح بين السيد سي شبوب وسي عزيز وسي حمدي، ونحبوا ديما الترجي اليد في اليد تو تولي الترجي كبيره اكثر من اللي هي موجوده فيه توا، وتصفيقه حاره على الترجي. أنا فما حاضر معنا اليوم واحد ممثل عن خليط أحباء بن خيار، خليط أحباء الترجي بن خيار، ماذا بينا ما سالش يتقدم، تفضل مرحبا بك. أكيد زاد دور خلايا دور هام، وأكيد يعني ماهوش جمهور الترجي ماهوش جمهور العاصمة والأحواز أكاهو. والله صحيح بالنسبة كجمهور الترجي، الترجي ملك الجمهور كامل الجمهورية في كامل أنحاء الجمهورية، ويلزم الخلايا الأحباء هذه يلزمها تكون هي مرآة للجمعية في كامل أنحاء الجمهورية، ولذا احنا بالتنسيق ديما مع رئيس هيئة الأحباء سي نجيب الحاج منصور ومع سي العروسي مجبور قاعدين ننسقوا ديما بعض ننظموا رحلات، مهمتنا احنا تقريب الجمعية من الجمهور في المناطق هذيك نتاعنا احنا اللي احنا نمثلوهم، ونشكر السلطات المحلية اللي قاعدة تعاون فينا يعني بصراحة يعني خاطرنا قاعدين ننوروا في جمعيتنا. واضح واضح واضح. شكر شكر لكل خلايا احباء الترجي المنتشره في كامل تراب الجمهوريه. شو عندك هيثم من الضيوف اللي ربما يحبوا ياخذوا الكلمه؟ تفضل. السيد رئيس لجنه الاحباء بالنسبه للترجي الرياضي التونسي السيد نجيب المنصور، يظهر لي فما رقم قياسي للعام القادم يحب يطمح له جماهير الترجي الرياضي التونسي، يظهر لي هو ينجم يعطينا سي نجيب، يظهر لي نجم نقولوا السنه وصلتوا 12500 ابونمون اشتراك، عام الجاي شنو الهدف نتاعكم؟ ان شاء الله 20000 اشتراك. بالمناسبه هذه لغالب صوتي من المقابله نتاع البارح فهمتني،
أنا نحب نهني جمهور الترجي، على خاطر الترجي هو ترجي الرياضي التونسي، الجمهورية لا ترجي منطقة، لا ترجي مدينة، بل ترجي تراب الجمهورية التونسية. احنا نفتخر بعندنا 33 خلية أحباء مركزة و13 ملفاتهم موجودة، وباش نركزوهم في الفترة هذه، وقاعدين يمشيوا معانا في الديبلاسمونات ويساندوا في الجمعية ويهزوا في اللاعبين في لي مومون ديفيسيل. واضح انت صوتك ربما ما زلت تعب من الفرحه نتاع البارح، وهذا مفهوم. على كل حال انا نحب نسال سمير لوسيف على الهديه والاغنيه يحب يقدمها الان لجماهير الترجي تبع فينا في شاشه التلفزه والموجودين هنا. والله كما يحبوهم، شنو الاغنيه يحبوها لهم غديوا في محطهم. عادل انا عندي اقتراح قبل. عادل انا عندي اقتراح قبل، وكان حمدي الكسراوي فما اغنيه يعرفها حمدي الكسراوي برشا، انا اللي صنتك يا ورده، وهذايا تاع حمدي، هذايا اغنيه حمدي، هذايا نسمع نسمعها حمدي. حمدي وسمير، تفضل سمير وحمدي، بعد حمدي تفضل. سمير تفضل احنا سمير تفضل تنجم تقف بعدين تفضل. مرحبا بك. تصفيق على سمير لوسيف وحمدي الكسراوي. هاي you
تحية لسمير، تحية لسمير، وتحية طبعا للجمهور حاضر على تفاعله. وكما قلنا برشا أجواء طيبة وبرشا تفاعل يعني من جمهور الترجي الحاضر معنا، وحتى اللي برا صراحة لأن الاستوديو مش قادر باش يصوب كل الجماهير الترجية. لكن على كل حال أكيد اللي حاضروا هنا يمثلوا العائلة الترجية وجمهور الترجي الرياضي. نحب نمشي كليب خاص تحية لفوزي بنزرتي وطبعا لماهر الكنزاري المدربين اللي كانوا وراء صنع ملحمة الترجي. شفتوا فوزي البنزرتي، هذه فوزي الكاميرا اللي قاعده تتبع فيك حتينا هالك كاميرا كاشين تقنيت حنا باع الفوزي البنزرتي. لا نقصت قبل ياسر، كانت كل الموسم اللي قبل هذا. لكن انت ما نقصتش التنرفيز على البنك وعلى خط التماس؟ والله ما نعرف كل صراحه، معناتها وقت اللي واحد ينفعل مع المقابله وينفعل مع الملاعبيه، خاصه وقت اللي تبدا الامور المقابله اربع امس معناتها، لكن اخر مقابله تحس لها فما امور ماشيه، فهمتني؟ جماعه تحتفلوا راي وانا وقتها ما زلت نعطي في التعليمات ونتكلم، فهمتني؟ الاخر مش في بقته والاخر مش في بقته، معناتها المباراه انتهت قبل ما تنتهي، ما زال الاربيتر حكم ما زفرش نهايه المقابله، ما زالت المقابله. الوقت الواحد ينفع في بعض الحالات تلقى واحد تلوج عليه ما تلقاش مش في بقته، خاصه التمركز. انا ديما نقول الكره ودي كيف لشيتي، كل واحد عنده دور وكل واحد عنده بقته، ما تلقاش في بقته تهبل، تخرج من عقلك. ماهر تقول له اعمل كنترول في الدراما، ما نعرفش سليم يضحك، ما فهمتش علاش عاش معايا، شنو عاش معايا شويه سليم. فوزي والمجانة أول مرة ما زلنا هكاك معناها حاشمين من بعضنا، وفريق ترجي قدامه ودخل الحديقة الحصيل ونطر مول الأول الثاني، بعد كي دخلنا شوية في الكورة يتنرفز مرة، جاء يتنرفز باش ما عرفش شنو باش يقول، شد روحه قدم الكرونومتر. تحية على كل حال فوزي بنزرتي. الصفافر يتكسروا ديما زفارة هكا، المرايه تتلوح، الشابو يتلوح. اما الشيء وقت باش ما نقولش كلمه خارجه على الموضوع، ننزل على الزفاره نعمل كرونومتر. بيناتنا سي فوز، شو صار بينك وبين الاربيتر اللبناني؟ اما اربيتر؟ الاربيتر اللبناني كثر عليه الحديث. خلينا نوضحوا لك. كثر عليه الاربيتر في الدولة، معناتها الشيء المؤكد اللي ما كلمته حتى كلمه طيلة المقابلة من البداية حتى في النفيذ. البارح خلينا نكونوا صريحين، البارح سي فوزي في مكالمة هاتفية حكينا مع بعضنا في التليفون، وقلت يخبر
انا بحكم ربما مهنتي صحفيه ما نجمش نخبيه، لاني قلت لي الحكم هذاك كان قصدني وغلطت في ماهر الكنزاري، ثم وقت تاكد ماهر الكنزاري مش فوزي بوزارتي رجع في البين بيتون حل. شوف وضعيه التحكيم في الماتش هذاك ماهوش عادي، ما فهمتوش وعطى حد ما ينجم يفهموا فهمتها. والبعض معناتها شاكك كونه البنك الترجي الرياضي هو معناتها كان سبب فهمت ولا معناتها، والبعض فهمت ولا ما تحكمناش في اعصابنا ودخلنا. نقول لك حاجه، كان ما جاش البنك نتاع الترجي الرياضي فهمت ولا كنا عاقلين، الناس الكل كان يمكن معناتها يصير ما يصير فهمت ولا، لان الماتش هذاك معناتها باش كان يمكن حبوا فهمت ولا اكثر من هكا فهمت ولا، يخرج من لاعبيه فهمت ولا القرب ينفعل الاخر ينفعل فهمت ولا مش انا سيفري نتنرفز، لكن اللاعبين تاعي ديما نخليهم رايدين، اللاعب لا حتى ما يتحرك. انا خلينا نتنرفز ولا ماهر اما انا ريت ما فما حد شيء، ممكن ياسر على خاطرك كي خرجت بين الشوطين اول واحد خرجت بين الشوطين. قبل ما يدخلوا اللاعبين تاع الاتحاد الرياضي المسيري، قبل ما يدخلوا اللاعبين تاع الترجي، وقبل ما يدخلوا الحكام، شنو اللي عملت في الوقت هذاك باش يطلعني؟ ما فما مشكله معناتها تي معزش. وبعد يجيب بين الشوطين يقول لك ما قول كلمة السر هذيك معظم ماهر شنو اللي صار مع الحكم؟ معناتها يقول لك ما تدخلش، خلينا نكمل خاطر معناتها انا باش تقبل غادي عليه ما ندخلش. بعد فهمت كيف جينا هذه لجنة التأديب، ولو ما يلزمش تسمى لجنة التأديب خاطر هاي ما تجيش، معناتها ما تجيش معناتها مدربين ولا مسؤولين كبار تقول لهم لجنة التأديب هاي ما تجيش فهمتني، باش تربيهم تلامذة مش معقولة فهمتني، يلزم الطير ما يتبدل فهمتني. يجي يقول في التقرير نتاعو كونه يعني معناتها السلوك نتاعي في الشوط الاول. اول حاجه ما فما عاد شيء، وقلت لكم كان عندكم حاجه، قلت له هنا في التيك عندكم حاجه وريوها انتم ولا غيركم فهمت، لاني معناتها كنت رايد وكنت معناتها حتى مشكل فهمتني. يعني اذا انا عملت حاجه في الشوط الاول المفروض معناتها خرجني في الشوط الاول مش ينتظرني حتى ندخل فهمت، لاني كنت ما تنظن كونه فما شيء ما شكون قال له بين شوطين عملت، فمش معقول بعد يخرج مع الكازاري بعد يخرج فوزي بنزرتي ويخرج مع تواعد، شنو هي المقصود نتاعه؟ الموقف من المباراه الجايه. والحمد لله معناتها على الاقل المره هذه فهمت لا معناتها فما ناس الا قراوا النصوص معناتها على حق وشافوا وانصفوني وبارك الله فيهم. نحب نسال ماهر، انا اكيد كنت قريب في البنك وكنت حاضر في البنك في ملي بدات السيزون. البارح رناك يعني بعيد شويه على التسيير وبعيد شويه على سي فوزي، كيفاش تعيش المقابله كمدرب على البنك كمدرب معاقب ربما غير قادر انه يعطي تعليمات اللاعبين ويدخل التوصيات في الوقت المناسب؟ والله صعيبه اكيد، تشوف حاجه احتمال تشوف فكره تشوف وضعيه تحب تعطي فيها راي ما تنجمش خاطرك بحكم بعيد على الميدان. ماهيش نفس حسيت البارح ربما في لقطه ولا في وضعيه معينه ولا في ظروف معينه انك تمنيت كنت قريب معناها على البنك الاحتياط باش توجه ربما رساله او نصيحه للاعب معين ولا للاعبين مجموعه من اللاعبين. والله يصيروا وضعيات في مباراة، لكن اللي نجم نقولوها للمباراة نتاع البارح الفريق واللاعبين الكل كانوا اكزومبلير بريسك 90 95%، صارت شويه نونشالونس كما قال سي فوزي في الاخر، فاسيليتي طحنا برشا فاسيليتي وغلطنا غلط اللي لو كانوا في بدايه المباراه ما كانوش يصيروا، لكن على كل ماتش تاع البارح كان ماتش اكزومبلير ويظهر لي احسن ماتش عدته اسبيرانس هنا على جميع المستويات. طبعا نحب نمشي مع فاصل اشهاري ثم نرجع ونواكبوا فرحه الترجي الرياضي بالفوز بالبطوله رقم 22. مانجا اناناس كيوي في عالم كله ستريس في نبدا فاد مش لاباس انا نمشي لبعيد لبعيد تناب تروبيكال ميكس بالمانجا اناناس والكيوي يهزك لبعيد خذ الكوليكتور وتصور العيشه مقرونه ببلاش من عند العطار، عبي البلايص الفارغه بتصور وجاوب على الاسئله واربح مناقل وسيكان والجائزه الكبيره كرهبة. اربح جائزه تحفونه مع الورده البيضاء والعيشه مقرونه وتوا ابطال العيشه مقرونه على طاولتك. نربحوا ولا نتيحوا ويتيحوا علينا ولا
كونوا في الموقع. افراح العائله الترجيه بالفوز بالبطوله رقم 22 في موسم التسعينيه، واحنا قلنا عمل متكامل بتاع كل الاطراف، هي مدير اللاعبين، جماهير، اطار فني، اطار طبي طبعا، لكن مع هذا قلنا خلينا ندخل في بعض الجزئيات. بدينا بتركيبه الدفاع، لقطه وتحيه لمدافعي الترجي ثم نرجع ونحكي عليهم في البلاتو. لا محالة، ديما الجمهور الرياضي ذاكرته ضعيفة يعني وذاكرته قصيرة، وشفنا تو بعض الصور هذه، أكيد الناس كل تحكي على حمدي الكسراوي ودفاع الترجي وخاصة حمدي الكسراوي. حمدي مريت في ظروف معينة، ربما مرحلة انتقالية صح التعبير، وإلا ربما طاح المستوى شوية، ولا قبلت أهداف كادت ربما تنحيها، ولا تبدو في نظر بعض الجماهير في الوقت ذاك أنها سهلة، لكن تشوف حمدي رجع بالقوة هذه، حمدي رجع بربطة رجاء شهادة، وأكد من خلال هذه الصور وصور أخرى ما نجموش نحطوها لأنه مجال ما ربما ما يسمحش، لكن أعطينا عينة من تدخلات وتصديات حمدي الكسراوي. أول حاجة نحب نرجع شوية، أنا حمدي بدأ في شبيبة القيروان، كيفاش جاء انتقل للترجي ثم أصبح في ظروف نقول أنها صعيبة شوية لأنه في مرحلة انتقالية، يعني حارس أساسي في المنتخب الوطني التونسي وفي الترجي الرياضي. سي سليم موجود ينجم يحكي لك على الفترة هذيك، كما عندي تو نتذكر سوا حكيت 11 سنة التالي كنت في جي اس كا، دخلت بديت لعبت مينيم كادي عام كادي، وبعد اتصلوا بيا معني مسؤولين الترجي ومسؤولين اخرين معني فرق اخرى، وبحكم حبي للترجي خاطر في عائلة وفي حومة مكشخة، دونك جيت ولقيت حفاوة الحقيقة، ولقيت معناها ظروف ملائمة للعمل خلتني أول حاجة كملت قرايتي، والحمد لله زيادة كملت في الكورة. كان حلمي كوني صدقني أخ عادل لما قاعد في سونتر دو فورماسيون تشوف وقتها شكري يلعب ونقول تو زعما يجي نهار نقف في الكاج تاع ليسبيرونس، والله كي هناك تو سي دو باسي، مي نقول قدام جمهور كيما الجمهور هذا كيفاش نجم نقف في الكاج؟ امبوسيبل. لكن الحمد لله يا ربي الحلم تحقق، حاجه باهيه اللي نلعب في الترجي بحب، معناها عرفتك اللي معناها تلعب في جمعيه تحبها حاجه باهيه هذيك، دونك ما فماش سر، خدمت بالكدا، وكي تكون متربي في الترجي تنقص عليك البريسيون كي تطلع في السينيور خاطر تكون مستانس بالالقاب. الحمد لله يا ربي في لي جون هزيت اول عام جيت فيه ليسبيرونس، هزيت دوبلي، هزيت شامبيونا جونيور دو شامبيونا جونيور، وهزيت دو دوبلي في ليسبوار، فهمت؟ دونك حاجه موجوده، الكولتور نتاع لي تيتر موجوده، ثقافه التتويج موجوده في الـ في الـ في ليسبيرونس، دونك كي تطلع سينيور. نحب نقول حاجه اللي الغارديان دو بيوت اسمه غارديان لكن هو اصلا اتر هيومان، دونك معرض للخطا ولا معرض باش يكون اون ميفورم كيما اي جور عادي، كيما جور يراتي كونترول باغ اكزومبل يلقى صاحبه يغطي عليه، مالوغوزمون الغارديان دو بيوت عنده شبكه. حمدي المدافع انت ربما تقعد في الكاج نتاعك في قدام الاخشاب نتاعك، الخطا نتاعك يتحسب ويتشاف بسرعه،
لكن المهاجم وقت اللي ربما يهدر ضرب جزاء ولا يهدر فرصة حد ما يحاسبه كما يحاسبه الحارس. هذيك هي يقول عطوقة أسطورة الحراسة في في, في في تونس، يقول كلمة، يقول سي لو ميتي، سامحوني في الكلمة، دوشيان حراسة المرمى، معناها سامحوني نقول معناها فهمتني ولا خاطر حارس المرمى ينجم بوتو كرة تضرب في بوتو تدخل بونتو تنجم بوتو يمنعك، معناها أنت وحدك الحاجة اللاعب الوحيد اللي وحده بين معناها ثلاثة خشبات. دونك نقول حاجة اللي واحد خدمت بالكدا بالكدا ديما يعني ما تأثرتش بالربابات باللوم بالضغوطات بالاحتجاجات. كي تكون في مونتالمون قوي، انا بعد اي ماتش عندي فيديوتيك في الدار نتفرج في ماتشاتي، نحاول نسمع الكلمه، معناها نحب العباد تحكي لي على غلطي، ما تحكيليش على لي بوين بوزيتيف نتاعي، ديما لو كريتيك موجوده. ونحب نقول حاجه، لو كان ما جاش واحد قوي في مخه وعنده قوه شخصيه وعنده قوه معناها ايمان بروحه فهمتني ولا ايمان بربي، راهو من اول غلطه حكيت 5 سنين التالي فهمتني. انا اول ما لعبت في بيجا نذكر جمهور الترجي، معناها ما نحشمش نقولها، انا اول ماتش لعبت في بيجا مع سي فوزي بنزرتي موجود 2003، اول مقابله اوفيسيال لذي كونتر مع سي فوزي بنزرتي، هو اللي معناها اول مدرب لعبني ماتش اوفيسيال مع الاسبيرونس كونتر بيجا، قبلت بكورنير ديريكت. دونك كان ما جاش واحد عنده معناها ثقه في روحه ونظره معناها يخدم اكور تيرم موين تيرم لون تيرم ما ينجمش يوصل للمستوى. خلينا نشوف انا رايس سليم، بما انه هو تولى انتدابك في فتره ريس وللترجي الرياضي، حمدي الكسراوي كان في مستوى امال الترجيين ولا؟ بدون شك معناها في مستوى امالهم واكثر، وما زال انا نعتقد ان حمدي ما عطاش 70% من الامكانيات اللي عنده. ما نساوش ديما حراس المرمى راهو نادر معناها في الفرق الكبيره، الحارس عمره 20 و22 و23، الحارس ما يبدا يعطي كان 26 و27، والعمر هذا باش يجيه اكثر خبره، باش يولي معناها مسيطر على الدفاع نتاعو، باش يولي ثم اهداف ساعه يقبلها على خاطر نعتقد انا، وانه يخرج شويه من المباراه، ما يتحمسش، ما يتكلمش حتى في الفارغ مع الدفاع نتاعو، ريان كو بور ريستي سو لو كيفيف. الترجي ما يهاجموهاش برشا فهمت، لو كان جاء معناها الترجي يقبل اللعب حمدي ثم اهداف ما يقبلهاش، طالما الكره تجيه مره في ربع ساعه 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 ينسى روحه، ما يكونش جاهز، يبرد شويه. على كل حمدي انتدبنا احنا، انتدبناه صغير، والفضل يرجع لك المجموعة اللي كانت تنتدب في اللاعبين رضا دريدي والحاج عبد اللطيف الحاج حيت فهمتني، وفكيناه معناها باش نقولوا ما تبدا الامور واضحة، تم اختطافه حمدي المدب. حمدي تحية سي حمدي المدب على كل حال، او حتى حمدي المدب تم حتى حمدي المدب كيف زاد دخل الترجي و بالسيف عليه شوي. حمدي القصراوي معناها ثم عندي اخرى كانت ترغب فيه وجبناه، وقت اللي بدينا نتعاملوا معاه شعرنا وانه معناها قماش به، ما طلب حتى شيء، طلب باش والدته تكون معاه، جبنا له والدته، قعد يدرب خلوق كذا، حتى انا كي كملت معناها بعدت على الترجي تبعته في دراسته، كنت نمشي له حتى للمعهد الاعلى وتحصل على الجائزه نتاعه، وذي حاجه معناها تشرف وتسر. تبقى ما زلت ننتظر منه، انا شخصيا ننتظر منه اكثر من شيء اللي يعطي فيه. تنتظر منه في تونس ولا خارج تونس؟ خاصه انه نسمع لك فريق لونس الفرنسي ماذا بيا يعطيني جواب. لا سليم لحظه، ما تبداش تهربونا في اللعبيه. لا مش لا مش نهربوا من اللعبيه، احنا تو قاعدين نبنيو في فريق. احنا نبنيو في فريق ما ثم حتى لاعب باش يخرج حتى لين يمشيوا يفوزوا بالليغ دي شون. هذا رايك انت. احنا ماذا بينا نضيف حاجه اخرى؟ لا بعد كمل نضيف. اي براسك. نحب نضيف حاجه اخرى بالنسبه للحمدي. بعد ما طلعت انا من الترجي كنت سافرت معناها في ناخذ في وقت من الراحه، وتضربت تيزي، يظل لي اعتقد تضربت تيزي، وهو باش يلعب الديربي. حبيتش نكلمه في التليفون، بعث له رساله قصيره، قلت له فيها الشيء اللي نخمم فيه انا. فبعد اشهر قال لي راي الرساله هذيك ما احتفظت بها، مش فصح حياتي كامله. ممتاز، حق العدل، حق العدل. لكن مع هذا قبل ما نمشي مير، نحب لابد انه اذا فما عروض نحكيو عليها، اكيد مدير الترجي باش يبقى لها القرار الاخير، لكن ماذا بينا نسمع حمدي على حقيقه هذه العروض. نرجع لك شويه على كما قلت انت المردود. دونك قلت لك الحارس المرمى معناها
حط في بالك حتى ال 40 سنه وحتى ال 45 سنه ديما يتعلم وديما يغلط ومازال الواحد مش يغلط وباش يصلح روحه لكن ليسونسيال ديما الثنيه شاد الثنيه صحيحه. الاتجاه الصحيح. اوكي يسمع كريتيك نتاع جمهور ولا سب ساعات من الجمهور يسالش واحد بروفيسور. طبيعه المهنه. طبيعه المهنه واحد لازم يكون معناها بصدر رحب يقبلها وكما قلت هنا معناها باغ اكزومبل جمهور الترجي كي خوك الكبير ما يسالش يضربك ويضرب عليك. صحيح. فهمت؟ صحيح. كهو دونك. حمرا وصفرا مش اذا كان سهل ربي حمرا وصفرا زاد مش بعد واضح مازال واحد شيء اوفيسيال ان شاء الله بعد البطوله العربيه. عن دفاع الترجي ماهر. والله دفاع خدمناه بالقدام اللي جاء سي فوزي وقبلنا كان ربما ثلاث اهداف نتاع المسيره اللي كانوا شويه معناتها في الكاس لكن في البطوله هذول نيتي بيان قبلنا بونتو باركا سو لي سي ماتش ولا لي سيت ماتش اللي تلعبوا الاخرين نتاع الشامبيونان. نحب نرجع امتي فوق على حمدي زادة حمدي من معناتها الملاعبيه الممتازين في الاكيب وربما ثم ان فاكتور عامل عاون برشا حمدي الكسراوي باش يبرز كسوا سناك كسوا في طلوع انا يظهر لي السول سيزون اللي اونت بارونتيز نشوفها اللي حمدي ما عداش كيما هذه وكيما الاولانيين هي السيزون تاع تاع ناول ربما مش بالكدا يعني معناتها اللي ما كانتش اكسترا اوردينير كيما اول ما طلعها مع تيزي خاطر وراها جون جارديان ومعها جون جارديان كيما تيزي وتوا حمدي زاد سيلي لا سيكو خاطر وراها جون جارديان زاد ومعها جون جارديان اللي هو عقب المجري ويظهر لي يعرف لي كاليتي نتاع العقبي كيما العقبي يعرف لي كاليتي نتاع حمدي ولا كونكورونس تعطي ديما اكلها وتعطي ان ريزولتا تري بوزيتيف دونك. كيما احنا ماهر نحبوا نعرفوا الكاليتي نتاع لاعبي وسط ميدان الترجي الرياضي تحيه وكليب خاص للاعبي وسط ميدان الترجي ثم نرجعوا ونعلق عليهم في البلاتو. برشا برشا معناتها سيرتو فوستيرا معناتها ظهر ديفيرونس كبيره برشا معناتها سيرتو بسامينا نحن وهما جواريت معناتها كي معناتها عارفين دو ماتش ما نعرفوهمش معناتها. شنو احساسك وقت دخلت المقابله باش تلعب اول مقابله ليك ضد الملعب التونسي؟ والله احساس نورمال صحيح جمعيتي الملعب التونسي كنا نلعب فيها توا بالوين الاحمر واصفر. نحن رجال وباش نوقفوا على ساقيها اوكي نحن رجال اكيد باش يكون يوسف مساكني يوسف نحطه في لافون سونتر او في الكوتي جاردان يمشي يوسف يوسف يترنح يوسف يمشي يوسف يمشي يوسف ويعمل ضربه يوسف ويعطينا وحايده بالجريماس يوسف يستقطب الجمهور شوف كيف يستقطب الجمهور يسجل يوسف الهدف الاول ومشت الكره في هذا الاتجاه وهدف يوسف المساكني يوسف مش معقول The stars in time. Nomadic nights.
طبعا وسط ميدان الترجي ايضا اذا فما يعني نجاحات او فما تكامل في الخطوط. سي فوزي تقريبا اكثر واحد ينجم يحكي لنا على وسط ميدان الترجي اللي ربما هو رئه الفريق. مؤكد ما تقبل كنا نتكلموا لازم وسط ميدان لازم يكون فيه شويه خبره، فيه عناصر خبره، لكن وسط الميدان بتاع الترجي الوقت الحاضر ما فيش خبره، كلهم شبان وكلهم فنزوان قاعدين يعملوا في العمل نتاعهم ولا وما عندناش ياسر بكل صراحه ما الكميه ماهيش كبيره برشا معناتها في وسط الميدان. معناتها في عندنا ثلاثه لاعبين وسط الميدان متاخرين بس ما فماش حاجه واحد رابع في بعض الحالات معناتها قعدنا باثنين يستر يضرب شي واحد ولا معناتها يخش واحد كارت فهمتني. فما القدام فما شويه فهمت على اليمين على اليسار فما الدرجه حسينا لقينا يلزمنا معناتها بالمجموعه الموجوده يلزم تلقى التوازن تاع الفريق. اهم شيء حسب المعطيات اللي لقيتها وحسب المعطيات معناتها حبينا خاطر ممكن ياسر كنت تلعب بطريقه اخرى معناتها 100 الملاعب الا موجودين في الوقت الحاضر نتاع الترجي هذه ما نجموا نلعبوا كم بالطريقه هذه. مثلا الدرجي توا ما حتى حد ما يعرف واش يلعب ولا وين يلعب، لا يعرفوه لا وسط ميدان لا يعرفوه مهاجم لا فهمتني. ومايكل زاد ولا يخدم خدمه كبيره فهمتني معناتها ولا حتى يجبد ياسر وسط ميدان، يعني فما تكامل كبير ياسر ولا خاصه اما السويسي فهمتني والقربي معناتها عمل جبار يقوموا فيه في وسط الميدان معناتها خاصة عمل الضغط معناتها عاملين عليهم ياسر باش يعملوا الضغط على حامل الكرة، وإذا نجحنا في حاجة معناتها حامل الكرة ديما عليه ضغط. ما خليناش حامل الكرة معناتها حر وفكينا أكثر الكرات لأن حامل الكرة والضغط معناتها في الوسط ولا في الأماكن الحساسة نجحنا في هذا برشا وكانوا فهمتوا عناصر القوة معناتها نجم نقول السويسي والقربي في الضغط. الدراجي معناتها في الهجوم ويلعبوا على الاطراف معناتها كل مره بدلوا مثلا يوسف. يعني فوزي رغم خروج الحامي والمحجوبي ما تاثرش وسط ميدان الدراجي؟ لا بالعكس بالعكس معناتها ما نحبش نتكلم مع الملاعبيه انا ما كانوش موجودين معايا لكن فهمت لا معناتها الوقت الحاضر هذم افضل. وعملت قبل في النجم الساحلي جبت اكثر من زاده كلهم صغار معناتها مشاو مثلا يوسف لاعب مميز ولاعب كبير ياسر لكن قاعدين كل مره معناتها مثلا البرا يلعب واحد في تونس يلعب يوسف فهمت بالمباراه الاخرين فهمت يخليه معناتها على الاقل يبدا في فورما ما ينجمش مازال صغير ما ينجمش تعطيه كل ماتش معناتها ماتشات كبار فهمت على اليسار كل مره معناتها يلعب هذا او ذاك فهمت الوقت الحاضر نحس اونري الا معناتها جاء مهاجم توا تاقلم على الوضعيه نتاعو جديده ولا معناتها يدافع فهمت. وهذا معناتها قوة الترجي لأن وسط الميدان الكل ولا يدافع، وإذا معناتها الدفاع ولا متماسك لأنه وسط الميدان الكل معناتها يدافع وتلقاه معناتها في الهجوم في الدفاع والناس كل قائمة بدورها. الشيء اللي ما زلت يمكن ما وصلتلوش واللي يلزمني نوصل له كونه الكرة ما عادش يلزمها تضيع من ساق حتى لعب. وقاعدين تحس بها إلا ماشية شوية شوية. لأن قبل هذه معليش هذه ما يسالش في الدولة هذه كل حب ربي في الدولة هذه ما كل كي معناتها اللغة لازم تتنحى. عندك الكرة حافظ عليها ما تعطيهاش إذا ماكش قادر باش تعطيها باس بوزيتيف أعطيها خويا باس نيجاتيف نقول له 18 متر نتاع المنافس رجعها لحمدي قسراوي نكون فرحان أما ما تضيعهاليش ما تعطيهاش المنافس. وهذا بقدرة الله قاعدين نوصلوا خطوة خطوة وقاعدين يتحسنوا تحسن معناتها إيجابي كبير ياسر معناتها توا حتى في تضيع الكر ما عادش تقريبا نضيع كرة في وسط الميدان ولا تضيع معناتها في المنطقة الأمامية بالكل وحاجة إيجابية فهمتوا لها وإن شاء الله نوصلوا فهمتوا لها معناتها بالفعل اللاعبين قاعدين يتحسنوا الأداء قاعد يتحسن والعروض قاعدة تتهاطل أيضا على لاعبي الترجي. نحب نستغل وجود سي بدين تلوساني باش يسألوا على حقيقة العروض اللي تلقاها اللاعب أسامة الدراجي. الموقع ما نجمش نجاوبك سامحني سي عادل على السؤال هذا. اولا شيء ثابت والاكيد وانه اسامه الدراجي باش يبقى مع الترجي على الاقل في الموسم المقبل ان شاء الله. بالفعل هذا قرار سي حمدي المدري. بالفعل فما ما نعرفش انا حكينا سي فوزي حكينا منذ قليل على خايف من الاصابات وخايف ربما خاطر على مستوى محدوديه الرصيد البشري في وسط الميدان. فما ناس زاد جنود الخفاء كما ياسين بن حمد طبيب الفريق وايضا ما نعرفش هيثم شكون عندك تحب ربما يتدخل يحكينا على الاطار الطبي وعلى التحذيرات. هو الاطار الطبي واخصائي العلاج الطبيعي الكل ما جاوش اما يظهر لي خليل اللي كان معاه. ولو انه ياسين بن حمد اخر لحظه اعتذر لي لانه عنده والدته مريضه فتحيه ليه وان شاء الله ربي يشفي والدته. خليل يظهر لي
تكامل كبير ما بين الاخصائي العلاج الطبيعي ما بين المعد البدني وحتى الاطار الفني. صحيح، شكر كبير كبير برشا للاطار الطبي على راسه سياسي بالحمد اللي قاموا عمل كبير ياسر، واخصائي العلاج الطبيعي جنود الخفاء خاصه عم سعود النمسي واللي محلينا الجو فريمون، يعني سي نبيل الغزواني سي سيف الدين تزيري، هذوما جنود الخفاء خصال العلاج الطبيعي اللي يستحقوا تحيه كبيره برشا لانهم قاموا مجهود كبير برشا. ثم اليوم زاد ما لازموش ننساو مدرب الحراس ناصر شوشان اللي هو يكمل الاطار الفني على راسه سي فوزي سي مال الكنزاري، العلاقه الكبيره ما بين الاطار الفني والاطار الطبي، نتصور مجهودات اللاعبين اللي كملنا الموسم غير اصابات الحمد لله ربي. بالفعل اذا فمت نجاح لو فمت تكامل بين كل الاطراف، كما فمت تكامل بين اللاعبين وبين كل الخطوط. حكينا على الدفاع وحكينا على الوسط، نشاهد الهجوم ونرجع نعلقوا عن اداء الهجوم للترجي الرياضي. تفاعل كبير مجموع الترجي، اذا يقول هجوم الترجي تقول مايكل رامو، اكيد فما برشا مهاجمين فما برشا نجاعة في هجوم الترجي، لكن الاستثناء هذا الموسم كان مايكل رامو هداف البطولة التونسية. اعتقد سي فوزي كل مدرب يتمنى يكون عنده مايكل. صحيح، معناتها مايكل لاعب ممتاز، لكن الفترة اللي جيت فيها انا مايكل صحيح بالعكس نتاعو كان طايح، لا ما نزلش مستوى، اما ما عادش يسجل اهداف، بالعكس مستوى انا ما احنا نحكيو النجاح الهجوميه هي المستوى. لا بالعكس، معناتها مايكل رامو يلعب احسن لكن ما عادش يسجل اهداف، لانه يمكن ما كانش كان يبقى طوى ولا يرجع يدافع يعاون يسجل وبعدها ولا توا يسجل الحمد لله، لكن معناتها فتره من فترات صارت فراغ مايكل رامو ما يسجلش وكنت فرحان به فهمتني، رغم لما يسجلش اهداف لانه قلت الترجي وقلت للاعبيه يكفي من الرمو اذا ما تعمل على نفسكم سجلوا تو، وهذا اللي بدا يصير تو معناتها، ولا معناتها نطالب المدافعين باش يسجلوا، تشوف معناتها خليل وين يوصل، جونفيه وين يوصل، فهمتي ممكن ياسر معناتها العابدي المدافعين ولا يسجلوا، وسط ميدان السويسي يلزموا يسجل فهمتي، وديما في العمل اللي عملناه معناتها من قبل مع ترجم معناتها الناس كل يلزموا يسجلوا. ما ناس فوزي روح المجموعه وعدم التقيد بالمراكز. رامو لاعب مميز في الثلاثي، لانه في الثلاثي ينجم يجيب لك يحل لك ثغرات، ينجم يعمل لك، لكن السنه نجح نجاح كبير، ومايكل رامو حسب رايي في الثلاثي
قريب باش تعوضوا الوقت الحاضر بالترجي. لكن نقول الترجي او غير الترجي لازم باش تقف على العام ان شاء الله يكون معنا العام الجاي. نتمنى كلمته باش يكون موجود معناتها في الترجي ما يحاولش باش هو حس بيه معناتها فرحان لمس عليه مرتاح في الترجي مرتاح ما عنده حتى مشكل. سي فوزي قبل ما نختم معاك نحب نسالك سؤال لابد يطرح نفسه. وانت بديت ربما في التركيز قلت انا في بدايه الحصه على البطوله العربيه واكدت اكثر من مره ان البطوله العربيه لقب لا يقل قيمه على البطوله الرابطه المحترفه التونسيه. استعدت الترجي وحظوظ الترجي في لقاء الوداد رغم الترجي عمل خطوه هامه في مباراه الذهاب لكن ما زالت مباراه عوده اعتقد لابد الترجي يتعامل معها بكل جديه. شفتوا مباراه في كازابلانكا الا معناتها جمهور والاجواء كانت كبيره ياسر واكبر المتفائلين يقولوا الترجي يخرج متعادل يخرج في الدولة. لكن الحمد لله سجلنا هدف هدف هذا سهل لنا المأموريه حتى بين الشوطين اكدت باش نسجلوا هدف ثاني لاني متاكد معناتها باش نحلوا باش نلقاو ثغرات وباش نلقاو معناتها باش نوصلوا فهمتني. مع كل الاسف ما سجلناش حتى باش سجلنا هدف ثاني معناتها نقول الامر تقريب تحسب توا 1-0 حتى شيء ما تلعب فضروري معناتها وكلاش معناتها البارح حتى مع الملاعبيه قلنا لهم يا ولد باش توا باش نركزوا باش ناخذوا فهمتني يوم راحه وبعدها نركزوا حتى احتفالات تصير بالسويقه ونبعدوا شويه فهمتوا لا معناتها حتى على معناتها نكونوا رزان ونكونوا في تفكيرنا في عقليتنا ونحترموا معناتها خاصه الفرق الكونكورون تاعنا فهمتوا لكن سواء معناتها النجم ولا النادي الافريقي هذوما اللي كان نحترموهم حتى في الديكلاراسيون تاعنا فهمتي باش من ونقعدوا الفتره هذه كل مركزين لان حتى شيء ما تحسب لعبنا شوط نزل شوط ثاني لازم ولا بد نقوموا به ونكونوا مركزين 100% ونحضروا 100% غير هذا راهو معناتها ما حد شيء ما مضمون في كره القدم ونعرف الكره معناتها ما فيهاش امان والله الفريق هذا اللي تكون في الترجي شخصيا وحتى سي فوزي حكيت له عامين تالي ولا سناء ولا عام ما كنتش نتصورهم باش يوصلوا للمستوى هذا في انا في وقت صغير كيما هذايا طوميو بو اليوم هما وطوميو لنا نحن وطوميو للترجي اللي وصلوا للمستوى هذا لكن هذا ما نجم يكون كان سيني باهي ومهم لكن ما نجم يكون كان حافز لهم. عطيتهم انا مثال في الاجتماع الفني تاع قبل المباراه قلت له تقوم الصباح بوك كل يوم يعطيك 5000 نهار اللي يعطيك 3000 ولا 4000 تتقلق دونك هما سنسونا بمستوى نتاع بطل هكايا نتاع مستوى عالي لازمهم يحسنوا اللي يخليوا لنا المستوى هذا دونك اثنيه طويله وبرشا خدمه تنتظرهم اذا كانوا يحبوا يوصلوا لهو نيفو يلزمهم يتعبوا برشا ويقعدوا ديما هكايا وما يقلقوش ولا يقولوا ستريس ولا يقولوا تعبين ولا يقولوا عندنا برشا استاجات هذيك عيشتهم عندهم 10 15 سنه باش يعيشوها هكاكا يلزمهم يكونوا يتعاملوا معه وبطيبة رحب ولا بطيبة تشرف والله قبل ما نختم تحيه ونحب نقول اللي في الترجي ما فماش كان حمدي قسراوي حارس مرمى فما العربي اللي يجري فما وسيم نوارا فما بلال السويسي حاجه اخرى نحب نتوجه لها نحب نقولها اللي في الترجي الرياضي نتصور الناس كل شتاني الراي ما عندكش وقت باش تفرح برشا ما عندكش وقت باش تتنرفز برشا ديما معناها اوكي توا تيتر هزيناه الحمد لله يا ربي هذه تكون لنا معناها بدايه الجروب الصغير هذا فما معناها مقابله جايتنا مقابله اللي هي هامه عندي انا ما تقلش اهميه على البطوله اللي هي كاس ما هو الا تتويج قاري ان شاء الله يا ربي يوفقنا وان شاء الله يا رب مزيد من التالق للترجي وان شاء الله ديما معناها فما التتويجات وفما الفرحه في صفوف الجمهور الترجي. واضح سي سليم. والله الفريق معناها كما قلنا يلزموا شويه وقت باش يتحسن مازال نسبه كبيره باش نتاع التحسن قدام الفريق هذايا. على كل لا سيليكسيون باش تعمل بطبيعتها اللاعب اللي مش باش يحمل الستريس واللي مش باش يعرف يضحي واللي مش باش يسخر كل مجهوداته للفريق تو يبعد بطبيعته. الترجي ديما الملاعب اللي عنده حاجه زايده على الكل هو اللي يبقى في المجموعه. عرفنا برشا ملاعبيه باهين لكن اللي ما يحملش الستريس واللي ما يحبش يتعب واللي يحب يعمل برشا حاجات في حياته الرياضيه ما نجمش يقعد في الترجي.
قاتلنا البطولة العربية هذه نعتبرها هامة، لكن البطولة التونسية قبلها حصلنا على أهم شيء. تو البطولة العربية في متناولنا، ما زلنا ما ربحناهاش، ما زال الشوط الثاني في تونس. وبالمناسبة معناها نداء الجمهور الترجي، بما أنه الموسم هذا نجم نعتبروه موسم الجمهور، بدي أنا شخصيا اللي باش نقلوا رادس يوم مباراة ضد وداد كازابلانكا يجي باش يشجع ولابس مريول الأحمر واصفر. اللبسة هذه كسوة وكرافات وسورية هذه كلها مش مقبولة. جمهور ترجي باش يبرز وجوده إلى جانب الفريق باش يجي حاضر زي ترجي. أنا مرحبين في بادين أكيد التتويج هذا باش يحمل هيئة المديرة مسؤولية مضاعفة. كيفاش تسعديتوا ربما للمواعيد القادمة والموسم القادم؟ فعلى كل حال مركزين على المقابلة الثانية ضد الوداد، ان شاء الله معناها نضيفوها للسجل بتاع الترجي لاسعاد جماهيرنا. حبيت نقول اني عشت عام سعيد على راس فريق متكامل، لاعبين كبار معنويا وكرويا، وخصوصا معناها حمدي الكسراوي قائد الفريق وبقية اللاعبين بطبيعة الحال، معناها بما فيهم شبان أو غيرهم. بطبيعة الحال عرفت زاد ثلاثة مدربين، بعض ماهل كنزاري نعرفه، عرفته كلاعب، عرفته كمدرب، علاقتي طيبة معه. عرفت ثلاثة مدربين، كل واحد أعطى ما عنده مشكورين. بطبيعة الحال نعرف سي فوزي بن زهرتي معروف بالهدوم تاعو، حتى كي عنده حاجه يطلبها لي بكل على كل حال بارك الله فيه. الشيء اللي عمله ضغط لازم يكون موجود على الناس كله، لان هو صحيح معناتها راه ما تنجمش تنجح في فريق اذا الضغط مش موجود على الناس كله. معناتها انك نبداو نحضروا في فريق وتشوف الاخر معناتها ماهوش مهتم بعدة اشياء. معناتها شو نقول لك حاجه، ما تضيع حتى شيء، شعرها ما لازمش تضيع باش تحب تنجح، ما تضيع الشعر. الحين مبروك مره ثانيه للترجي، بل الرمز هذايا رقم 22 للترجي سجل تبارك الله معناها حافل. نشكر كل الرؤساء للدوله على راس الجمعيه معناها اللي عطاوا، كل واحد عطى وبارك الله. فماش ربما حدث، فماش تحضيرات خاصه، فماش احتفالات خاصه في موسم التسعينيه؟ والله فما ما حبيناش نحكيوا عليها قبل، انا كما قلت معناها في اول السنه قالوا لي شنو التحضيرات ولا الاحتفالات بمناسبه التسعينيه. قلت لهم يظهر لي الحاجه اللي معناها تسعد جماهيرنا هي في المقام الاول الألقاب. التتويجات والالقاب، ثم اما ثم على جيل كل حال الالقاب وبعد جيل اما ثم على كل حال ثم ناس منكبه على الحدث هذايا، اما ان شاء الله معناها الحدث هذا يكون واحد. حافل بالتتويجات. رياض بنور عضو الهيئه المديره، عندكش كلمه في هذه الترجي من حسن لحسن؟ ان شاء الله التسعينيه بعد البطوله العربيه نبداو الاحتفالات بالتسعينيه، وان شاء الله الترجي ديما لاباس. شكرا على كل حال. حب بالمناسبة كالعادة نحتفلوا بطريقتنا بكل الفرق المتوجة، لازم الجاتو باش نحتفلوا بفوز الترجي الرياضي بالبطولة طبعا. ونحب بالمناسبة نشكر كل الأطراف اللي عاونتنا. لحظة بعد نعطيكم الخط لانه لابد من قول كلمه حق، انه في وقت استثنائي وفي وقت قياسي وقاع اعداد هذه الحلقه حضرنا على مستوى الديكور، حضرنا يعني ديكور النادي الافريقي، حضرنا ديكور الترجي الرياضي. بالنسبه للفنيين والتقنيين والصحفيين يعني جندوا 24 ساعه باش حضوركم الحلقه هذه. اكيد الاولاد ماذا بيا يجيوا حذانا، لانه ماذوما اللي كانوا وراء الحفله هذه وراء اللمه هذه جنود الخفاء، اكيد مجموعه من الزملاء الصحفيين موجودين معنا، ماذا بيا يلتحقوا بنا. شاكر خالد طبعا، مرحبا امين بالاحسن، هيثم شلحه، مدين مسلم، زاد انت حضرت معنا تعبت برشا، تفضل نعيم الساسي تجي حذانا، زاد هيثم الراشدي وين موجود؟ مايثم موجود معانا مرحبا. مدير مسلم انت بيدك تجي حذانا لهنا. لا 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 نصر العربي الهاتف في احد جنود الخفاء زاده.
طبعا كل الزملاء وكل التقنيين وكل المصورين اللي ما همش موجودين في الصورة لكن خدموا. نحب نذكر إن شاء الله نهار جمعة عندكم جمعة سبور ونهار لحد مباراة منذ بورقيبة والملعب الجابسي الحاسمة من أجل الصعود ربما إلى الرابطة المحترفة الأولى. تابعونا نترككم مع أجواء الترجي نترككم مع أجواء الترجي مع فرحة التتويج وهذه الأجواء الطيبة والممتازة. ويا هيثم شلا حكينا على الديكور وحكينا على كل شيء يا هيثم كل شيء معنا من خبيه. شكرا لكاميرا مين سميهم هيثم رحمة لكاميرا كل أمين بيزي. شكرا لكم شكرا على تفاعلكم. تحية مرة أخرى لجمهور الترجي مبروك الترجي إلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة. تصبح على خير. أنا ريت الزين يا فين العاب Thank you.